من فريق العمل من المخرج فرانسوا زيد ومني مساء الخير إلى كل مشاهدي ام تي في بلبنان وبالعالم وحلقة جديدة بموضوعيه. قبل عام وشهر تقريبا أي في آخر كانون الثاني من العام الماضي كان لقاؤنا مع الأمين العام الأسبق لحزب الله الشيخ صبحي الطفيلي. يومها كانت حرب سوريا في بداياتها العسكرية، ولكن الشيخ كانت لديه قراءات مستقبلية للصراع ولدور حزب الله وإيران فيه من خلال دعم النظام السوري، وكان يرى أن هذا التورط في الأزمة السورية سيكون كارثيا على الشيعة في لبنان والعالم العربي، وأن الشيعة بعد بشار الأسد سيكونون أمام خيارين: النظام السوري الجديد أو إسرائيل. الليلة ماذا سيقول الشيخ صبحي الطفيلي بينما تقترب النيران السورية من الحدود اللبنانية ويغرق حزب الله فيما يسميه الدفاع عن اللبنانيين المقيمين داخل سوريا في حوض العاصي، بينما تعتبر إيران أن سوريا هي بمثابة المحافظة 35 وأن سقوط الرئيس الأسد خط أحمر. أيضا ماذا سيقول الشيخ الطفيلي عن الهواجس الشيعية وعن ازدياد التوتر المذهبي في لبنان ونشوء الحالة السلفية السنية المسلحة، وخصوصا بعد تهديدات الجيش السوري الحر ضد حزب الله الذي بات يقاوم على 3 جبهات في الجنوب وفي الداخل وفي البقاع؟ وماذا سيقول أيضا عن الحملة الدولية على الحزب من مصر إلى البحرين والسعودية وبلغاريا وقبرص، وعن المعلومات الموزعة حول دور الموساد الإسرائيلي في اغتيال عماد مغنية، وعن المشاريع الانتخابية المطروحة وخطر التفتيت الذي تواجهه سوريا مع لبنان والمنطقة ولاسيما بعد انتفاضة أهل السنة في العراق؟ الليلة نحن هنا في عين برداي وبموضوعية سنحاول أن نناقش الشيخ صبحي الطفيلي في كل هذه المواضيع والإشكاليات. مساء خير سماحة الشيخ. مساء النور. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك سماحة الشيخ. رح أبدأ معك هيك ببعض إذا بدي أقول كتير من الكتابات يلي إجت على مواقع التواصل الاجتماعي وتسأل أين الشيخ صبحي الطفيلي اليوم ولماذا ينأى بنفسه عما يحصل في لبنان وفي سوريا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة نحن لا ننأى بأنفسنا. الموضوع اللبناني والموضوع السوري هو يعني يأكل كل همنا ووقتنا وتفكيرنا، وحقيقة أنا أفكر دائما بما يمكن أن نفعله، بما يمكن أن نخدم أهلنا في سوريا، الشعب السوري المعذب المذبوح، بما يمكن أن نفعل من وقف الفتن في لبنان، من لجم الاندفاعات المتهورة، من لجم العمل الغير مسؤول الذي يقدم عليه الكثير من المسؤولين. أحاول بكل الوسائل أن أترك كل ما يمكن أن يفكر به المرء، وإن شاء الله لن نبقى ساكتين، إن شاء الله سنتحرك وبقوة وبحزم حسب قناعاتنا وحسب رؤيتنا بما نراه مصلحة لكل اللبنانيين. نعم. لكل اللبنانيين بلا استثناء، مصلحة في بناء بلدهم، وبما نراه مصلحة في الوقوف إلى جانب أهلنا المظلومين المقهورين في سوريا، وإن شاء الله نوفق لما فيه خدمة هؤلاء الناس. يعني في هذه المداخلة المقدمة إذا أمكن القول طرحت العديد من الإشكاليات. الإشكالية الأولى التي سجلتها تتعلق بالاندفاعات المتهورة. ذكرتم الاندفاعات المتهورة عند بعض المسؤولين أو عند بعض القياديين، إلى ما تشير في هذا السياق وعند من ترى أن هذه الاندفاعات المتهورة تتركز اليوم؟ هي الحمد لله شاملة، يعني مرض قتال مرض معدي
لا ينحصر هذا الأمر في فئة دون فئة، وهناك جنون يعني على كل الصعد في الوضع اللبناني، في السياسة اللبنانية، في الأخلاق العامة في لدى السياسيين في لبنان، ليس لديهم بشكل عام إلا ما نقول رحم ربي، نستثني لعلنا نخطئ في بعضهم، ما في أخلاق، ما في آداب، ما في محرمات، كل شيء مستباح، كل شيء مستباح. هم يلعبون، يتنافسون على مستقبل أطفالنا، على دماء أطفالنا، على أمن بيوتنا، على كل شيء للأسف الشديد. طبعا يعني من هنا ما فيهم أمل، يعني هؤلاء لا تستطيع أن تقول يعني تعالوا لنحاور هؤلاء، لنتفاهم مع هؤلاء، هؤلاء لا يمكن التفاهم معهم. لهذا أنا أتوجه حينما أتوجه في حديثي بشكل عام، أتوجه للناس، الأمل بالناس، الناس من كل الطوائف، من كل المذاهب، من كل المناطق، يتحملون مسؤولية وضع حد لهذا العبث المستمر والقائم. بس أليست الناس هنا مع هذه الأحزاب، مع هذه الأحزاب، مع هذه القيادات، مع هؤلاء المسؤولين الذين يتولون المسؤوليات اليوم؟ يخيل لأغلب الناس يعني نتيجة خبث المسؤولين أنهم وضعوا بين خيارات مرة وأحلاها مر، ولهذا هم يختارون ما يعتقدون أنه أقل مرارة. يعني أن الخيارات الأخرى ما هي؟ فنحن مضطرون أن نحتمي بزعمائنا، أن نلوذ بهم، أن نؤيدهم، أين نذهب؟ ليس لدينا خيار آخر. وفعلا هم استطاعوا أن يجعلوا اللبنانيين كلهم بشكل عام بين خيارات، بين المر والأمر. نحن نريد أن نفتح خيارا ثالثا. ما هو الخيار الثالث؟ هو خيار الدولة العادلة، خيار المواطنية الصحيحة، خيار القانون المحترم، خيار أن نصبح شعبا واحدا. كل أيضا هنا كل القيادات تقول هذا الكلام. سمحت الشيخ، أحسنت. عن إذنك قليلا، اليوم إذا سألت أي مواطن أو أغلب المواطنين، نعم يقول لك في مرض بالبلد، أنا لا أثق بقيادات طائفتي أو قيادات مذهبي، لكن ما الخيار؟ أين نذهب؟ نحن نخاف من الطائفة الأخرى، نخاف من المذهب الآخر، نحن بحاجة لأمن، من يؤدي لنا أمن؟ الدولة ليست الحافظة للأمن اليوم، الدولة هي أول المظلومين، ابن الدولة أول المقتولين، ابن الدولة أول المذبوحين. فنحن مضطر أخوك لا بطل. صحيح المسألة تحتاج إلى جهد، وتحتاج إلى صبر، وتحتاج إلى عمل مضني، أن نخترق هذه الحدود وهذه الحواجز وهذه الموانع الهائلة والكبيرة، إن كانت مالية وإن كانت أمنية وإن كانت سياسية وإن كانت إعلامية. وعلينا أن نعمل، ليس لدينا خيار، أن نتوجه إلى اللبنانيين جميعا ونقول خيارنا أن نبني في لبنان جهة واحدة تحفظ أمننا، نثق بها. بالمختصر، أي إنسان تلقائيا يفتش عن أمنه بدون ما يحس، بعض الأحيان بدون ما يستطيع أن يعبر عن ذلك بالغريزة. صح. أني أنا أنتمي لهذا الحزب، ليش انتميت لهذا الحزب؟ هو ممكن ما بيعرف يجاوبك، بس بالحقيقة هو انتما يريد أن يشكل نوع من الحماية الأمنية، نوع من الحماية الاقتصادية وما شابه ذلك. نحن حينما نفتح طريق لهؤلاء ولغيرهم أن هناك حماية وبناء بلد وبناء وطن، يعني حينما أنا أستطيع بسهولة إذا أحسست بنوع من خطر أو أذى أو أحد يريد أن يؤذيني، أستطيع أن أتصل بتليفون بسيط، تأتي الدولة وتضع حد لهذا المسيء وينتهي الأمر.
لست بحاجة حينئذ لسلاح في بيتي، ولست بحاجة لحزب مسلح، ولست بحاجة لطائفة أو عشيرة، ولست بحاجة لزعيم الطائفة، بل بالعكس. بس بالإذن من سمحتك، اليوم المسار ألا يتجه، إذا بدنا نقول اتجاها معاكسا، يعني بدلا من اللجوء إلى الدولة، إلى مؤسسات الدولة، إلى السلطات الشرعية، نلاحظ أن هناك عودة إلى الحالات إذا أمكن القول البدائية الأولى، إلى العائلة، إلى العشيرة، إلى الطائفة، إلى الحزب. بالتالي وكأننا نسير عكس الاتجاه الذي تتكلمون عنه. صحيح، لأنه جزء مهم من مشروع هؤلاء هو تدمير الدولة، مشروعهم أو مشروع المنطقة كما يبدو. لنتحدث الآن عن لبنان. هناك في مشروع كبير بالمنطقة، بس اليوم في لبنان مشروع كثيرين هو تدمير الدولة، تفتيت الدولة، تمزيق الدولة. يعني مثلا عادة الأجهزة الأمنية هي بتشكل ضمانة أساسية في البلد، يعني والقضاء يشكل ضمانة أساسية، يعني يحميني الجهاز الأمني في البلد، جيش ودرك، ويحميني القضاء. فإذا كانت هاتان المؤسستان نخر فيها السوس ومزقها وقضى على مؤسسة القضاء وقضى على مؤسسة الجيش، نتحدث هنا بشكل دقيق لأنه مهم جدا. الجيش نسمع شعارات وحرص على الجيش وبكاء على دماء الجنود وإلى النهاية، ويظن السامع بأنه عن صحيح هؤلاء يخافون على الجيش. الحقيقة ليست كذلك. يعني تقصد هون السياسيين؟ نعم، سياسي أو الكلام السياسي. كلام سياسي، نعم. الحقيقة ليست كذلك. نحن نعم بحاجة إلى قوة أمنية حقيقية. نحن عمود خيمة لبنان وأمن لبنان واقتصاد لبنان أن يكون لدينا قوة أمنية حقيقية تحمي المواطن، تحرص على المواطن. يجب على جميع اللبنانيين أن يحرصوا على كل دركي وكل عسكري وكل ضابط وكل مسؤول في هذه المؤسسات، لأنه لا يجوز أن ندمر هذه المؤسسات. تدمير هذه المؤسسات يعني نهاية لبنان، تفتيت لبنان، إضافة إلى بعض الأعمال الأخرى التي تصب في هذا الاتجاه. لكن أين المشكلة؟ المشكلة أنه من سنة 1992، يعني ما يسمى الجمهورية، بجمهورية ثانية أو جمهورية الطائف، في زمن غازي كنعان بات الجميع يخطب ود المخابرات السورية، والكل يقدم تقاريره نهار السبت المعروف المشهور. مؤسسة الجيش للأسف الشديد قياداتها صار عندها طموح سياسي، حتى تصل إلى طموحاتها السياسية، جعلت من الجيش أداة لخدمة فلان متنفذ وفلان صاحب مقر. يعني صار الجيش في لبنان في خدمة الأعمال القذرة والأفكار القذرة التي كانت تطبخ في عنجر. هيدا عم تحكي بزمن الوصاية. أحسنت. يعني من 92 إلى 2005 إلى الآن. بعد يعني هذا الزمن، هذه مدرسة استمرت وستستمر. هذه مدرسة نشأت في ذلك الزمان وتستمر. كان في الماضي يمنع قائد الجيش أن يتولى مسؤولية سياسية إلا بعد أن يتنحى عن مسؤولياته لسنتين على ما أظن. لهذا كان تصدر قرارات استثنائية، من قوانين استثنائية في المجلس النيابي لتعيين قائد الجيش رئيسا للجمهورية. من هنا يعدل الدستور، يعني هون يحصل تعديل للدستور مهم. فتعديل استثنائي، تعديل استثنائي للدستور. نحن إذا أردنا فعلا أن نصون ونحفظ مؤسساتنا القضائية والأمنية وغيرها، يجب أن يكون هناك فعلا منع من الاستثمار السياسي لهذه المواقع، لأنه حينما يضع مسؤول أساسي، مش ليس فقط قائد الجيش، أي مسؤول أساسي بالمؤسسة العسكرية، يضع نصب عينيه خدمة
بعض السياسيين وتنفيذ أوامرهم ورغباتهم، تتحول المؤسسة إلى مجرد شبيحة، مجرد قتلة، مجرد أعمال يقومون بأعمال منكرة هنا وهناك، وبينما هو هم دورهم حفظ البلد، حفظ أمن البلد. بس ما تقوله خطير، يعني إذا تصر على أن هذا الموضوع لا يزال مستمرا، هذا يعني أنك لا تثق اليوم بالمؤسسة العسكرية وبمن يتولون القيادة فيها؟ لا أثق، مو بس لا أثق، وعندي الأدلة القاطعة أن هؤلاء يستخدمون الجيش، وهؤلاء هم أعداء الجيش. أنا الحريص على الجيش، حينما أنا أدافع عن المؤسسة العسكرية أنا الحريص على الجيش. لكنك خطة معركة ضد الجيش. لا بالعكس، من جملة الأعمال المنكرة القذرة التي أقدمت عليها قيادة الجيش في ذلك الزمان هو هذا الأمر. أنا ما خط معركة، أنا كنت بمدرستي واستخدم الجيش بأوامر من عنجر ومن طهران لأعمال قذرة وقتلوا الناس. يومها من جملة الأعمال اللي أهلت بعض الناس ليوصلوا إلى مواقع هو أن حولوا الجيش إلى أداة. لماذا أقول؟ يعني طبعا هون عم نحكي عن حادثة الحوزة، بس توضح إلى المشاهدين لأنه مرق زمن عليا. نعم، أنا أتحدث عن حوزة عين برضاي و تدميرها من قبل قيادة الجنود وصغار الضباط. هؤلاء مساكين ولا ضحايا مثلنا، يعني خلينا نكون واضحين. لكن المشكلة في هذه القيادات الرخيصة، هذه الذي باعت ضميرها وباعت بلدها وباعت وطنها لخدمة مآرب رجل مخابرات لا ذمة له ولا ضمير ولا وجدان، يخدم مشاريعا قذرة. من هون يجب أن نصون هذه المؤسسة، من هون حتى نبني بلدنا، حتى نبني مؤسسات بلدنا، حتى نقول بأنه في عنا بلد محترم. كيف يصير بلد عنا بلد محترم وقت اللي بيصير في عنا مؤسسات لا تستطيع أن تنحرف عن النهج الصحيح والسليم والمطلوب منها؟ طيب، رح نرجع طبعا نتابع هالموضوع وخصوصا انعكاسه في ظل هذه التحديات المطروحة، وخصوصا بالنسبة إلى تداعيات الأزمة السورية على لبنان، وإنما بعد فاصل إعلاني أول. سمحت شيخ، كنت تشير قبل الفاصل إلى أن ثمة خللا على صعيد المؤسسات العسكرية، أيضا ثمة مشاكل على صعيد المؤسسة السياسية إذا أمكن القول. ماذا يعني هذا الأمر؟ وهل يعني هذا أن الإصلاح أصبح بمثابة حلم مستحيل؟ لا بالعكس، كل ما اشتدت الأزمة وكل ما بين المرض، ربما بعض الناس في البدايات ما بيعرفوا المرض، ما بيلتفتوا، لا يرون حاجة، لكن حينما تشتد الأزمة يدركون أنه لابد من علاج. حينما يشتد الجوع تنتفض الناس. أيضا هون عن دور الجيش، يعني تحدثت عن دور الجيش قبل الفاصل. أنا أذكر عدة أمثلة، أنا أذكر عدة أمثلة أنت سألتني وقلت لي حتى اليوم، أقول لك حتى اليوم وأكثر اليوم، عم يزداد السوء. يعني مثلا يوم اللي قتلوا الشيخين في عكر، سيارتهم عند الحاجز، صار حوار بينهم وبين العسكريين، هالحوار تطور إلى صار في كلام شديد. هذا جيش، امسكوهم إذا كان يعني مضطرين. يقال ليه. إنه لم يمتثل. افترض لم يمتثل، يعني إنه عجلت سيارته، قلعت بسرعة، افترض عجلت سيارته، افترض انطلق بسرعة، ايه؟ يعني صار لك حق تقتله؟ في مطلوب، مطلوب هذا مو مطلوب للإعدام. وإذا كان في إطلاق نار من قبله ومن قبل أنصاره، يعني لأنه روايات كثيرة صدرت في هذا الاتجاه. أنا أذكر لك حوادث كثيرة وقعت، حادثتنا بعين برضاي شبيهة بهاي، بس قبل شهر أو أكثر عندنا بالبلد ممكن شاب عليه مذكرات توقيف، ممكن بمد إيده على شيء هون أو هناك، مطلوب شيء، ثلج، أيام الثلج العالية تطارده قوة أمنية، يفر على قدميه بالثلج، حركة بطيئة، أمامه أيضا في قوة عسكرية، هو ذاهب باتجاه القوة العسكرية الثانية بس هو لا يراها، ركع ضابط أو عسكري لا أعرف وأطلق عليه طلقة واحدة قتله. هذا مذنب، ممكن مذنب، بس لا يستحق الموت. تحول
تحولت المؤسسة العسكرية عندنا إلى يعني إلى صيادة يذهبون ليصطادوا بشر، يذهب بأمر قتل، بأمر قتل مش اعتقال، مش حادثة ولا ثانية ولا ثالثة ولا رابعة ولا عاشرة. هذا لا هذا أمر خطير. هل صحيح هذا الأمر يعني سمحت شيخ؟ هذا أمر خطير. شفناهم بعد سيل إنه هن تعرضوا للقتل، هن تعرضوا لنوع من أنواع التعذيب. أنا خلنا نكون دقيق، خلنا نكون دقيق. أنا لا أريد أن أدافع عن أحد لأني لا أحب أن أتبنى موقفا لست دقيقا منه. هناك روايات متعددة في إرسال، صح. قد تكون هذه الرواية صحيحة أو غيرها، أو تكون ثالثة صحيحة، أو مجموعة بين الروايتين. أنا عرفت من بعض المسؤولين الرسميين أنه الأمر بإرسال يختلف عن الرواية الرسمية، يختلف عن الرواية الرسمية. لكن لست من بعض الرسميين أو من بعض الجهات الشعبية الموجودة في إرسال؟ لا 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 لا، جهات رسمية، رسمية لبنانية، صاحبة جهة، صاحبة معلومات حقيقية. طب شو هي هالمعلومات؟ شو بتقول؟ ما لا أريد أن أدخل، أنا قلت مش يعني قلت أن الرواية تختلف عن رواية الدولة. أن هؤلاء ما عذبوا، هؤلاء صح أصيبوا لكنهم ماتوا نتيجة إصابتهم قبل أن يصل إليهم الناس. هذا كمان اللي قاله قائد الجيش مدير مخابرات، يعني رجعوا أكدوا هذا الأمر وهذا الموضوع. يعني لا، ما في رواية أنه ضربوهم بالسواطير وما بعرف شو عملوا. هلا عم نحكي بالروايات الأولى لأنه بتعرف كمان المزاج الشعبي كيف بيكون بحلم الحلم. هنا يجب أن يكون ابن الدولة، يجب أن يكون الجهة التي يشعر المواطن بالأمان. أنا حينما أصل إلى حاجز للدولة يجب أن أشعر بالأمان، أنا وصلت إلى من يحميني، إلى من يدافع عني، إلى من يقف إلى جانبي إذا كنت مظلوم. اليوم الأمر بالعكس، المواطن يشعر بالخطر إذا واجه ابن الدولة لأنه قد يقتله لسبب تافه، لسبب أنه شتمه مثلا، أو لسبب بدون شتم أنه نرفز من شيء آخر. هذا أمر كتير خطير، كتير موجع، هذا يقتل البلد، يدمر البلد. من يفعل هذا من ضباط الجيش، من قيادات الجيش، هم أعداء لبنان، هم المجرمون الحقيقيون، هم الذين إذا في قضاء في لبنان يجب أن يحاكم. طب وإلا هذا الشيخين، شيخين افترض أنا سبيتك أو سبيتني، ما استحليت دمي، ما أنا بني آدم. وفي حال إطلاق النار من الموكب، ليك ابن الدولة، أنا لا أريد، ابن الدولة لا يحق له ولا بأي حال من الأحوال أن يستخدم سلاحه إلا في حالة الدفاع عن النفس الحقيقية، في هذه الحالة هو معذور، في غير هذه الحالة هو مجرم، يجب أن يعاقب قبل أي إنسان آخر. لأنه افترض مواطن أطلق النار على ابن الدولة، هذا مواطن أخطأ يعاقب، ابن الدولة يطلق النار، الدولة أخطأت، الدولة تدمر، خطأ الدولة خطأ مدمر، خطأ المواطن خطأ خطأ. ألا يحق للعسكري حتى لو كان هذا خطأ، لكن هذا الخطأ يقتله، ألا يحق هون للعسكري أن يدافع عن نفسه؟ لا لا لا، قلت أنا في حال الدفاع يحق، في حال الدفاع عن نفسه، الدفاع. أنت عسكري مطلوب، في واحد مطلوب للعدالة، مطلوب تروح تعتقله. طيب هرب منك، هرب منك وماشي على التلج، هارب هارب على قدميه وأنت معك سيارتك، لما تقتله؟ طب في عرسال شو قراءتك لما حصل لما في عرسال؟ ليس هذا فقط، شخص آخر هرب بسيارة وقتل، شخص ثالث جاي على باتجاه نقطة مختبئة بمجرد صار قريب مع قريب مرمى النار أطلقوا عليه النار وقتلوه. أذكر لك عشرات الحوادث، السلطة العسكرية تصطاد المواطنين، هذه جريمة لا يمكن أن يقبل بها إنسان. نحن لسنا عصافير للصيد، نحن لسنا في إفريقيا للصيد، لتبع هذه الدولة المجرمة عمل قبيح شنيع، ثم يكذبون ويكذبون ويكذبون. تصطاد عمدا سمحت، تصطاد عمدا أو أحيانا ثمة أخطاء ربما تقع تصطاد أثناء عمداً. الممارسة، لا لا لا، أثناء العمل، أثناء أداء الواجب، تصطاد عمدا. يوم من الأيام كانوا يداهمون قرية من القرى، أخذوا حوالي 50-60 واحد، جاءوا يشتكون، حملوا الضيعة وأخذوها. أنا اتصلت بضابط المخابرات، يا أخي قالوا لي أنت أخذت الضيعة كلها على أبلح. قال ما معهم هويات،
طلع ما واحد بيته طالع من بيته على بيت اخوه على بيت ابوه على بيت أمه. انت فيت لهون على الضيعه، مش طبيعي ما يكون حامل هويه. اتركهم، خذ معك انت المنافست تبعك عم يعضيع، عرضهم على شو اسمه القائمه تبعك، انت اخذهم لتعرضهم على القائمه بابلح. قال الحقيقه نحن يعني بدنا نصورهم ونردهم لل نعم. قال نصورهم، انت عم تعرف شو عم تعمل؟ في ناس كرام الموت عندها أهون عليها من أن تطلع تتصور على أساس مجرمين وقتلوا وطالعين على التلفزيونات. أنت ترتكب جريمة بحق شعب. في عنا ضباط بلا، مش بلا أخلاق، كلمة بلا أخلاق ما بتعبر عن حقيقة. ما معنى تطلع تتصيد البشر؟ تعرف شو يعني تتصيد البشر؟ بعد بس إنه هل هذا؟ هذا صيد حقيقي يا إخواني، في أوامر بالصيد، نحن نصطاد بشكل واضح، كان يكون واضح. ربما هذا يجب أن يقف، يجب أن يعاقب من يفعل هذا. نحن بدنا دولة، بدنا قانون، بدنا جيش حقيقي يحميني من الصيادة مش يصطادني. طيب انطلاقا من هالأمر، يعني البعض بيقول أنه كمان في كتير من الانتقادات إلى المؤسسة العسكرية لأنه بالنتيجة عم تشتغل وعم بتأدي واجبها على الحدود، واجبها خارج الحدود، واجبها في الداخل اللبناني. هون لأكبر مشكلة يعني أيضا، لأنه عندما يصبح الجيش على تماس مع الناس يمكن هون في صعوبة أيضا. سؤال الجيش وينه بعكار؟ ليش ما بيحمي أهل عكار من القصف السوري؟ يا أخي يمنع العكاريين يفوتوا على سوريا بس يحميهم أيضا، ليش ما بيحميهم؟ ليش ما بيمنع تدخل اللبنانيين بالهرمل من الروحة على سوريا ومشاركة بالحرب؟ هون السؤال، هل المشكل هو عند الجيش في المؤسسة العسكرية أو في القرار السياسي؟ أحسن. كثير بنسمع أنه المشكلة الحقيقية هي في القرار السياسي. هون أنا برجع بقول انه عسكريين كضباط وكجنود هؤلاء مثلنا مظلومين. بالامس القريب هنا دركي، انا لا اعرفه بس ذكر لي ومدح كثيرا، نصب له كمين وقتل، كمين اصيب هو ومجموعه من العسكريين وهو مات. ما حدا حكى ولا حدا شكى ولا حدا قال يا عمي كيف نحمي هذا العسكري؟ ما هذا عسكري حرام، ما إذا أنت بدأت تكلفه بشغلات أمنية مفترض إله ظهر يحميه، ما حدا يؤذيه. يعني بتوافق مع أنه المشكلة هون في القرار السياسي؟ نعم. ليس هناك من قرار سياسي يخول هذا الجيش أن يمارس دوره كما يجب. مو بس هيك، القرار السياسي يستخدم الجيش لأعمال قذرة، وهناك كبار الضباط في الجيش عندهم مشاريع سياسية حاضرين أن يحولوا الجيش إلى خدمة هؤلاء السياسيين وأولئك، حتى يصل هذا الضابط النحس، هذا الضابط القذر إلى موقع سياسي. طيب ما دمت تحدثت عن الحدود، ماذا يحصل هنا على الحدود وتحديدا في هذه المنطقة، وخصوصا بعد ما شهدنا من هذا التراشق كل هذا التوتير الأمني المتعلق بالحدود اللبنانية السورية انطلاقا من هذه المنطقة؟ أنت تعرف العام الماضي أنا قلت أن الحرب بسوريا ذاهبة إلى اتجاه خطير وقد تصبح سوريا رماد. وحذرت من انعكاسات هذه الحرب على لبنان ومشاكل لبنان. أنا في حينها كنت يعني أحاول أن أمنع انتقال الحرب إلى لبنان، يعني أن السنة والشيعة في لبنان يجتمعوا يتوحدوا ويحاولوا يجنبوا لبنان نيران الحرب بسوريا. ما كان يخطر ببالي في حينها أنه لا، نحن نذهب إلى الفتنة إلى سوريا. يعني من نحن؟ نحن اللبنانيون شيعة وسنة. يعني جميع اللبنانيين سواسية في هذا الموضوع أو معظم اللبنانيين سواسية؟ هو يعني سنة وشيعة، يعني هم مشاركون، الآخرون الحمد لله ما شاركوا إلى دور المتفرجين. نحن ذهبنا إلى الفتنة، نحن نذهب إلى مشاركة في أمر خطير. هذا الأمر يجر علينا ويلات. أنا متأكد من يفعل هذا الفعل ويخوض هذه الأمور لا يفكر بمستقبل
لا الشيعة ولا لبنان ولا المنطقة، بل بالعكس هو يخطو خطوة خطيرة. وهنا أحب أن ألفت النظر، حينما أتوجه بحديثي هذا بشكل أساسي إلى أبنائي في حزب الله الطيبين المجاهدين، أنا أعرفهم أبرار أتقياء مستعدين، وأثبتوا خلال 20 عاما أنهم رجال. هل أبناء، عفوا بس هون سؤال اعتراضي، هل أبناء الطيبين يشملون القيادات أيضا؟ بعض القيادات. بعض القيادات، بعض القيادات. بس تنوضح أيضا. أذكرهم أن نحن قلنا بالماضي طريقنا القدس، تحرير فلسطين، وجاهدنا في سبيل ذلك، أسسنا مقاومة وثبتنا، وكان كل ما حاول البعض، بعض الإيرانيين، أن ينحرف بالمقاومة ويريدنا أن نخوض حروبا هنا وهناك مع هذه الفئة أو تلك الفئة، كنا نتصدى ونقف في وجه هذه المحاولات، ودفعنا أثمانا باهظة في سبيل هذا الأمر، ونصحح التوجه نحو فلسطين. وهكذا أنشأنا مقاومة قوية عزيزة أنجزت ببركة دماء الشهداء والصابرين والمحتسبين، وباتت يعني أمثولة يحتذى بها مثلا رائعا. اليوم نحن نحارب بسوريا، لنقل الأمور بصراحة. من يحارب بسوريا سماحة الشيخ؟ حزب الله. حزب الله يحارب بسوريا؟ نعم. أو يدافع أو يساعد اللبنانيين الموجودين في القرى والبلدات السورية للدفاع عن أنفسهم؟ أنا لا أريد أن أختبئ وراء إصبعي. الشيعة بسوريا ليسوا بحاجة لمن يدافع عنهم، بل بالعكس، حتى الشيعة نحن ورطناهم، نحن زجيناهم. اليوم الشيعة بسوريا بخطر بسببنا، من ورائنا، نحن نتحمل مسؤولية أذى أي شيعي في سوريا، نحن الذين سببنا لهم المشاكل، نحن الذين سببنا لهم الألم. السوريون، الشيعة السوريون ليسوا بحاجة لمساعدتنا ومناصرتنا. اليوم نستطيع من خلال خطوات إيجابية صحيحة ننأى بأنفسنا عن جد عن الصراع بسوريا. أنا من جهتي أضمن للشيعة في سوريا، أضمن أن يجنبوا المأساة في سوريا. لكن الحزب لا يتحدث عن الشيعة في سوريا، يتحدث عن الشيعة اللبنانيين، عن الشيعة الموجودين في الأراضي السورية أو على الأراضي السورية. والسوريين في سوريا، أنا أتحدث عن الطرفين. كذلك السيدة زينب مش بحاجة حجارتها لمن يحميها. ليش السنة هنا يعني بيكرهوا السيدة زينب ونحن من حبها؟ السيدة زينب، السيدة زينب جليلة عند كل المسلمين. هذا كلام فارغ، هذه يافطة للاختباء خلفها، سواء كان موضوع حماية اللبنانيين في سوريا الشيعة أو حماية مقام السيدة زينب، هذا لعملية تضليل لبعض البسطاء والإيحاء لهم بأمور غير حقيقية. الموضوع ليس هنا، الموضوع حماية النظام، الموضوع الدفاع عن الظالم المجرم الذي يقتل شعبه. أيعقل أن الشعب السوري يقصف ويدمر بكل أنواع الأسلحة؟ ولا مرة سوريا استخدمت صاروخ باتجاه فلسطين، حتى 2006 هاي الصواريخ اللي عم تنطلق إلى حلب وغير حلب وتدمر قرى بكاملها، تمنينا يعني يما يضربوها أو يعيرونا إياها بركة بنضربها. ذكرتني حادثة، أحد القادة السوريين في يوم الأيام هددني بالطيران السوري. أحد القادة؟ كان بدي أسألك انطلاقا من هون، بس كمان هل حزب الله يدافع مثلا، ذكرت مقام السيدة زينب، هل يدافع عن هذا المقام؟ هو موجود في دمشق؟
مقام السيدة زينب بريف دمشق. هلا هو في روايتين، رواية بتقول بأنه هي في في القاهرة، والرواية يؤيدها أكثر علماء الشيعة والسنة، والرواية الثانية تقول هي موجودة في السيدة زينب، في مقام السيدة زينب اليوم هنا. هذه يعني لا يستطيعون أن يقولوا نريد أن نذهب للدفاع عن النظام، ربما كثير من الناس يرفضون فيختبئون وراء موضوع الشيعة واللبنانيين في سوريا والسيدة زينب والمساعدة في تشكيل لجان دفاع عن القرى والبلدات داخل سوريا. ألا يحق لحزب الله أن يقوم بهذا الأمر؟ لا، حزب الله، خلي انتبه، حزب الله يورط شيعة سوريا بمأساة. كل قتيل في سوريا من الشيعة حزب الله سبب قتله، كل بيت يدمر، كل شجرة تقطع، حزب الله يتحمل مسؤولية وإيران تتحمل مسؤولية. كان باستطاعتنا أن نجنب شيعة سوريا وشيعة لبنان والمنطقة الصراع المذهبي الكريه، في شعب وفي حاكم ظالم، هالشعب يريد أن يتخلص من هذا الحاكم. لا يجوز لنا نحن ندعي بأننا أنصار الإمام الحسين ونبكي على مظلومية إمام الحسين، وحينما نتحدث عن أن الإمام الحسين لما خرج ضد الظلم لأنه لا يجوز. طيب ما هذا ظلم؟ طيب بس سمحت شيخ، هذا جريمة. أنا معك، بس هل الصورة هل أد بهذا التبسيط؟ يعني حاكم ظالم من جهة، وهناك أنه فئة ثائرة أو شعب ثائر من جهة ثانية. يقال أن الثورة اليوم بين مزدوجين أصبحت في مكان آخر، هناك تداخل لعوامل إقليمية ودولية وأيضا محلية في الشأن السوري، هناك ضرب لخط الممانعة الذي تمثله سوريا مع حزب الله بالنسبة إلى ما يحصل في المنطقة. التدخل كل عالم تتدخل، كل إنسان يريد أن يضع إصبعه، بس المشكلة الحقيقية وين؟ يعني الشعب السوري ماذا يريد كشعب؟ يريد نظام فعلا سلطان الناس، سلطان الأمة، يصير في انتخابات ويصير في تصويت، واللي بيحمل أغلبية شعبية بيوصل للسلطة. هذا المفترض أن نسعى إليه جميعا، هذا المفترض أن نصل إليه. اليوم والله في دولة ما إلى مأرب، ما نعم، في دولة ما متضررة من هذا، نعم، في دولة ما مصلحتها أن تدمر سوريا، نعم. أنا أسأل سؤال بسيط، إذا استكملنا السيناريو لا سمح الله، استكملنا السيناريو يعني غصنا نحن أكثر وأكثر في المعركة بسوريا، ماشي، وتقدمت المعركة بسوريا، مثلا الجيش السوري الحر صار يقصف على كما كانوا يذكرون قبل أيام على المناطق أو كما هدد أيضا وهكذا غرقنا إلى أن غرقنا في المعركة، معركة سنية شيعية في المنطقة. أنا بدي أسأل سؤال، من المستفيد الوحيد؟ إسرائيل صح. يعني نحن اليوم نقوم بخدمة العدو الإسرائيلي، دخولنا إلى سوريا يخدم العدو الإسرائيلي. أكثر من هذا، خليكم واضحين، لن يسمح أن ينتصر أحد الفريقين بهيك معركة، المصلحة أن يخسر الفريقان، أن تقتل الأمة وتدمر، هذه مصلحة إسرائيل أو غير إسرائيل. الدول الكبرى مصلحتها أن نمزق طائفيا من لبنان على العراق على سوريا إلى النهاية، هي أكبر خدمة بيصير. أجلك الله حشرة تمر من هنا إلى آخر الدنيا، لا يستطيع أحد أن يقول لها ماذا تفعلين، وأي خدمة أيها القيادة الإيرانية، أي خدمة أكبر من هذه الخدمة للإسرائيليين ولأعداء الأمة ولمحتلي القدس الشريف، أي خدمة؟ بس كما الخدمة، هل أنه البقاء وبالتالي أنه تترك النظام في سوريا يتهاوى ما دام عم توجه هون للقيادة الإيرانية؟ القيادة الإيرانية شريك استراتيجي لإلى النظام السوري أو حليف استراتيجي بهذا المعنى في المعركة ضد العدو الإسرائيلي أو ضد إسرائيل. كيف هون كمان أيضا أنه بدك تخلي النظام في إيران، النظام الإيراني، أن يترك النظام السوري يتهاوى أمام عينيه من دون أن يدعمه؟ حتى ولو ضاعت المنطقة كلها، حتى ولو انتصر العدو الإسرائيلي، حتى ولو استبيح،
أنا بدي سلم فرضيا بهذه السؤال، بس هذا إذا أوصلني إلى مكان تضيع سوريا ويضيع لبنان وتضيع الأمة وينتصر العدو الإسرائيلي، علي أن أفكر بطريقة أخرى وبأسلوب آخر وبعلاج آخر. هذا إذا كنت صادقا، إذا ما كنت عم بخدم العدو الإسرائيلي عن عمد، هذا إذا كنت صادق، لأنه لا يجوز أن نستمر بهذا الأمر، وهنا يجب أن نفعل شيء وسنفعل إن شاء الله. كيف؟ نتحدث لاحقا. هذا الأمر لا يجوز، لا يجوز أن نخدم العدو الإسرائيلي. أنا أسمع بعض الخطابات في هذه الأيام وأتذكر جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر كان يملأنا ضجيجا بالحرب ضد إسرائيل وإسرائيل وإسرائيل، وسنخوضها حربا على بحر من الدماء، وهو في الأثناء يرسل جيشه إلى اليمن. وحينما ضربت إسرائيل لم يصمد لساعة، هو اعترف، يقول بعد وصول الجيش الإسرائيلي إلى سيناء لم يقوا ولا جندي مصري بين الجيش الإسرائيلي والقاهرة. أنه نطلع نحن نشتم إسرائيل بالإعلام ونتحدث ونتحدى ثم نذهب إلى سلاح المقاومة وشباب المقاومة، هؤلاء غالين على قلبنا كتير، هؤلاء أنا جدا حريص عليهم. أنا حينما أرى أو أسمع أن شاب من شبابنا الطيبين أخذ إلى سوريا وقتل وجيء به إلى لبنان يدفن، أنا تدفن روحي معه. لما هذا الفعل المنكر؟ لما هذا العمل الخاطئ؟ لما؟ هذا حرام، هذه جريمة ترتكب. هل الأمر هون في ضياع للبوصلة برأيك عند القيادة الإيرانية وقيادة حزب الله، أو مثل ما عم بتشير كمان سمعتك بهذا القول أنه في نوع من أنواع التواطؤ في هذا الأمر أو في هذا الموضوع؟ أنا قلت هذا الكلام حتى أقول إذا كان ما في تواطؤ ارجعوا، إذا ما في خيانة للمقاومة ولسلاح المقاومة ارجعوا، لأن هذا العمل فقط يخدم الإسرائيليين، فقط يخدم محتلي المسجد الأقصى. نحن بدل أن يكون شبابنا لقتال العدو الإسرائيلي صاروا لخدمته. أنا أعرف أن الفرحة الكبرى في إسرائيل اليوم بما يفعل حزب الله. الآن بعض الناس يسألني بعض الأحيان، أيعقل أن الإسرائيليين يمكن أن يوجهوا ضربة إلى لبنان إلى المقاومة؟ أنا أضحك وأقول له ولماذا؟ بالعكس، اليوم الإسرائيلي هو أحرص الناس على حزب الله والمقاومة إذا كملت طريقها في القتال في سوريا، لأنه لا يمكن لأي جهة أن تخدم إسرائيل أكثر من هذه الخدمة التي نقدمها نحن اليوم. لكن السيد حسن الصلاح يستمر في كلامه التصعيدي ضد إسرائيل، وقد سمعناه في خطابه الأخير حيث هدد بضرب منشآت حيوية في الداخل الإسرائيلي أو في العمق الإسرائيلي في حال فكرت إسرائيل بشن أي غارة أو أي عدوان على لبنان. ولن تفكر إسرائيل بالعدوان على لبنان، بل بالعكس إسرائيل حريصة جدا اليوم على حزب الله الذي يقاتل في سوريا، لأنه يشكل عمليا نحر للأمة، وهذا نحن نؤمر بالوحدة. إيران والإمام خميني دعوا للوحدة الإسلامية، مو للفرقة، مو للتناحر، مو للتقاتل، تحت عنوان كما قلت أنت، تحت عنوان يعني خط الممانعة. أي خط ممانعة؟ هذا خط ممانعة، هذا كلام يعني الأمريكان والإسرائيليين، الأمريكان والإسرائيليين بيطلعوا مصر من دولة عميلة خادمة لهم ويجعلوها في خط الممانعة، وسوريا يريدها أن تدخل في خط الممانعة. الإسرائيلي ليش الأمريكاني إلى اليوم ليش هو ما سمح لحدا يسلح المعارضة بسوريا؟ من حامي معلش من حامي النظام السوري حتى اليوم؟ من مانع المقاومة في سوريا من إسقاط النظام حتى اليوم؟ الأمريكي، الأمريكي واضح لا يريد أن يسقط النظام الآن، سيسقط النظام، وربما يسمح الأمريكي بعد حين أن يسقط النظام، بعد أن تنجز البعض المهام، أن يدمر الشعب السوري، أن يؤتى بقيادات غير منتخبة، بقيادات عميلة، ينضغط على الشعب السوري، ينضغط حتى يقبل بعملاء محل مجرمين. طب بالمقابل يعني إذا بدي أخذ بهذه الصورة وذكرت أنه خط الممانعة،
بس بنعرف بالنتيجة أنه ربما في طوق عند السوريين إلى الحرية منذ 30 عاما على الأقل، منذ 40 عاما، يلي بيقولوا النظرية الثانية بيقولوا لا، إذا في هذا التوقيت حصل ما حصل على صعيد الانتفاضة داخل سوريا. أليس في الأمر هون مؤامرة إقليمية دولية انطلاقا مما تمثل سوريا ويمثل حزب الله في لبنان؟ هذا الأمر نتحدث به ممكن من جهتين. الأول، أنت تعرف بأنه الأنظمة العربية أنظمة أمنية بوليسية قتالة تستبيح الشعوب، ممنوع، في حاكم رب عامل رب وممنوع حدا يتنفس، ومحمي هذا الرب، محمي من الدول الكبرى ومن العالم، والشعوب عاجزة. يعني ماذا حصل بالجزائر بالتسعين؟ صار انتخابات، ما صار شيء، انتخابات فازت المعارضة، إجا أمر غربي للجيش الجزائري بضرب المعارضة وضربت وادخلت الجزائر بحرب أهلية طويلة عريضة. إلى أن إجت حادثة تونس وتبين بأنه في رفع غطاء عن الأنظمة. نكون دقيقين، يعني ما عنده مانع الغربيين أن يسقط، أن تسقط الأنظمة، أن يسقط زين العابدين، ما عنده مانع الغربيين أن يسقط حسني مبارك، والشعب محتقن، شعب مظلوم، استغل فرصة تحرك. الشعب السوري نفس الشيء، محتقن ومظلوم ومقهور، لكنه مثل باقي الأنظمة استغل فرصة وتحرك أيدي. وبعد اللي هم يعني الشعب السوري يقتل منذ عشرات السنين، يذبح، نحن نعرف بالسجون السورية ماذا يحصل من زمان، لكن ولا أحد يتكلم لأنه في تواطؤ عام، خل تقتل عربي ودولة حول هالموضوع، خل تقتل الناس. صح. اليوم الأمر ليس كذلك، مختلف نسبيا، عم يقتل واحد، يقال يقتل في إعلام في كذا في، فمستغلين الشعب السوري هذا الأمر عم يتحركوا. من هنا واجبنا نحن أن نحمي هذا الشعب، واجبنا أن نقف إلى جانبه. أنا في الوقت المناسب إن شاء الله سوف أقوم بكل ما أستطيع لأقف مع هذا الشعب، واسيه، ممكن أذهب إلى أي مدينة أو قرية في سوريا مدمرة، أقف مع أي طفل، مع أي امرأة، لأن واجبنا الشرعي، وأنا هنا أقول لكل الناس، واجبنا الأخلاقي والديني والشرعي والإنساني أن نقف مع الشعب المظلوم السوري المقتول المذبوح، وأي موقف آخر جريمة نكراء الله جل وعلا شأنه يحاسبنا عليها، لأنه أيمتى أقف مع المظلومين؟ أيمتى أدافع عن الأطفال؟ ما ذنب هؤلاء؟ واضح القصة، يعني وقت اللي في جنون دمار وقتل وخراب، ومجتمع الدولي عنده مشروع بتدمير سوريا، نحن يجب أن نقف مع أهلنا، لا يجوز لنا أن نتخلى عنهم أبدا، وهذا الأمر أنا أفكر فيه بالليل والنهار، وأنا أسعى جهدي وسأحاول بكل ما أستطيع أن أمنع الفتنة الشيعية السنية، وأن أقنع بالطرق المناسبة كيف أقنع الشيعة في لبنان أن يمتنعوا عن دعم النظام القاتل في سوريا. إلى أي حد تعتبر، ما دمت تحدثت عن الفتنة السنية الشيعية، إلى أي حد تعتبر أن هذه الفتنة السنية الشيعية أضحت للأسف قدرا لابد منه؟ لا، إن شاء الله مش قدر، سنقاتلها بكل ما أوتينا من قوة. ألا تشعر أن عوامل التفجر أقوى بكثير من هذه المحاولات؟ أنا واثق بأهلنا، ربما كثير من الناس في المنطقة، في لبنان، في غير لبنان، ليسوا على علم كافي، ليسوا على دراية واسعة بما يجري، ليسوا ممكن يظنون خيرا ببعض الأعمال، ربما يصدقون بعض الأقوال، لكن أنا أرى أن الأمور تتكشف شيئا فشيء، الغشاوة تنكشف عن بصيرة الناس ويرون، وعندي ثقة بأهلنا إن كانوا شيعة وإن كانوا غير شيعة، عندي ثقة بهم كبيرة أنهم حينما يرون الحقيقة، وسيروها قريبا واضحة، سوف يغيرون مواقفهم. هناك كثير من أسئلة المشاهدين حول هالموضوع، منا مثلا سؤال لممدو يعقوبي بيسألك، هل من يقتل من حزب الله في سوريا هو شهيد؟ شهيد لأنه قتل أطفال المسلمين؟ شهيد لأنه روعهم؟ شهيد لأنه دمر بيوتهم؟ شهيد لأنه عم يحرر فلسطين؟ لا، ليس شهيدا، هذا إلى جهنم أكيد بنص القرآن الكريم.
في سؤال أيضا من عمر محمد كريدي بيسألك وتحديني فيه، يعني أتحداك أستاذ وليد أن تسأل سماحة الشيخ هذا السؤال، وعم يتحداك لحتى يضمن السؤال. عم يسألك أنه لماذا الشيعة لم يخرجوا حتى الآن بمظاهرة واحدة فقط تنديدا بالجرائم التي تحدث في سوريا، ولماذا لم يقدم الشيعة شربة ماء واحدة للنازحين السوريين على مدى سنتين ولو من باب التقية؟ أنا كنت بتمنى أنه يسأل السؤال بطريقة تانية. هلا عم يتحديني قصاد تحدي لألك. أن يسأل السؤال بطريقة تانية، السنة وين موقفهم من القضية السورية؟ يعني معلش، التأييد للثورة السورية، للمعارضة السورية. أنا لا أحب الحقيقة الحرب بسوريا، أنا أريد أن يسقط النظام بس بغير حرب، لأني أعرف الحرب إلى أين تنتهي، ستدمر سوريا. أنا قلت بالماضي أنا لا أعارض الحرب لأني أريد أن يبقى النظام، أنا أعارض الحرب لأني أعرف كم سيدفع الشعب السوري، ولهذا أنا مع إسقاط النظام لكن بدون حرب. نحن كلنا مسلمين ومسيحيين، يجب أن نقف مع المظلوم، يجب أن ندافع عن الحق، لأنه حينما لا أدافع عنك كمظلوم أسست لمظلوميتي أنا، حينما يأتي دوري لن أجد من يدافع عني، لهذا يجب أن ندافع عن المظلوم حتى يبقى الحق مصان. بس سمحت شيخ، هون الحق أليس استنسابيا أو أليس نسبيا؟ لا يجوز أن يعني مع من الحق اليوم؟ لا. النظام يقول الحق معي أنا معي، بينما الثوار يقولون قل القضية المحقة هي معنا ولنا. أنا بتحدث أنا عن الشعب السوري الراغب بالتغيير. أنت بتعرف وأنا بعرف أنه النظام هو جر بعض المسلحين في سوريا إلى استخدام السلاح، لأنه بيعتبر النظام أنه في هذه الساحة هو أقوى، فجرهم إلى حيث يظن أنه أقوى. وأنا قلت وهلا زلت أكرر، أنا مع تغيير النظام لكن بوسائل غير عسكرية، لأنه ليس حرصا على النظام وإنما حرصا على الشعب السوري. نحن يجب أن نقف مع الشعب الذي تسقط عليه الصواريخ، الذي تدمر بيوته. هل الشعب هناك واحد أو هناك شعبان؟ يعني هل إذا نتحدث أكثر صراحة، هل المزاج العلوي مثلا في سوريا هو نفس المزاج السني؟ هل المزاج المسيحي في سوريا هو نفس المزاج السني؟ بالتالي هل نحن هنا أمام شعب واحد، أمام حالة واحدة أو أمام حالتين على الأقل؟ نحن أمام شعب واحد، ويجب أن يكون واحد، ويجب أن نعمل على أن يكون واحد. هناك أجواء استثنائية في مكان غلط مزقنا هذا الشعب وقلنا له بأنه خاف من بعضك، مثل ما عم يحصل بلبنان. نحن يجب أن نؤسس لنظام في سوريا يحمي الجميع، يحرص على الجميع ويخدم الجميع. هذا الذي نسعى إليه. النظام الاستبدادي، النظام الظالم لا يحمي فئة ويقتل فئة، يقتل الجميع. هو رب. ما نحن نتحدث عن الشعب السوري الذي يجب أن يحمى. يعني هذا الأمر ضروري جدا، وهذا الأمر جدا مهم. اليوم نحن وصلنا لمكان آخر، اليوم في سوريا في محنة، في بلاء عظيم، في بعض في معارك، في بعض المندسين بالمعارضة. قلت مندسين لأنهم ما بيشتغلوا لصالح الشعب السوري، يمارسون أعمال لصالح النظام، ويمارسون أعمال لمصالح مآرب دول أخرى ضد الشعب السوري. هؤلاء لا تستطيع أن من مثلا لا تستطيع أن تسميهم معارضة، ولا تستطيع أن تسميهم جيش حر، ولا تستطيع أن تسميهم أي شيء. هؤلاء أعداء للشعب السوري، وفي دول بتمول وتدفع فلوس ومعروفة. يعني أغلب الناس يعني في شندات دبلوماسية، في شندات دبلوماسية تمشي من قرية إلى قرية بسوريا لتمزيق الشعب السوري ومنع توحده، لأنه في جهود دولية لمنع وحدة الشعب السوري، المعارضة السورية، إن كان سياسيا وإن كان ميدانيا. في جهود هائلة، لأنه في دول تعتبر وصول سوريا إلى بر الأمان وقيام دولة ديمقراطية حقيقية أمر يزعجها. على كل حال احنا نرجع نتابع معك انطلاقا مما وصلنا في هذه النقطة، وإنما بعد فصل إعلاني تاني.
يخلصون الشيعة ما عاد إلى أراضيهم. بين الهرمل والقصير، هل تعبر الأزمة السورية إلى لبنان فتكون ترجمة واقعية لوضع أمني خطر وتطورات ميدانية متسارعة؟ ماذا يحصل عند هذه الحدود اللبنانية السورية؟ أين سياسة النائب النفس؟ وأين إعلان بعبدة ودعوته إلى تحييد لبنان عن الحرب السورية؟ يروي المقربون من حزب الله أن زهاء 20,000 لبناني يسكنون في القصير منذ عشرات السنين أرغموا في الآونة الأخيرة على الدفاع عن أنفسهم، فشكلوا اللجان المسلحة وراحوا يقاومون الجيش السوري الحر وجبهة النصرة اللذين يحاولان إنشاء منطقة عازلة للتحرك فيها. البرهانية على طريق أبو حوري قبل قليل، الآن حراس حزبيات لبنان الآن تقوم. يا الله. الجيش السوري الحر يقول في المقابل إن حزب الله يدعم النظام السوري فيقاتل إلى جانبه باللبنانيين الشيعة سكان تلك المنطقة، يدربهم، يسلحهم ويساعدهم ميدانيا بقصف مدفعي من مرابطه في الهرمل. امبارح اجى 25 باص من حزب الله، وقدرنا امبارح الحمد لله نقتل منهم ونجرح منهم، واليوم عم نكفي. قبل أيام كشفت مصادر في حزب الله عن استشهاد عناصر له دفاعا عن النفس في منطقة القصير. قال الجيش السوري الحر إن الحزب نفذ هجوما بريا بإشراف مصطفى بدر الدين ووفيق صفا على المنطقة، ترافق مع غطاء مدفعي من داخل الأراضي اللبنانية، متهما الحزب بإدارة المعركة من خلال غرفة عمليات عسكرية مشتركة مع الجيش السوري. وهدد الجيش السوري الحر بقصف مواقع حزب الله داخل لبنان. لامس الجدال السياسي حد التوتر. وزير الخارجية يعطي لبنانيي القصير حق الدفاع عن النفس، ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري يستغرب موقف الحكومة المتفرج على ما يقوم به حزب الله من شن هجمات عسكرية ضد الجيش السوري الحر، ويسأل ماذا يفعل حزب الله على الجبهة مع سوريا، ومن أعطاه وكالة الدفاع عن الحدود اللبنانية. تكثر الروايات ويبقى القلق مسيطرا من إمكان عبور الأزمة السورية إلى لبنان عبر الهرمل القصير، ولا سيما في الوقت الراهن إذ تعيش سوريا تصاعدا عنيفا في الصراع الطائفي. فهل باتت القصير مجرد اسم لمنطقة تروي عن تداعيات أزمة قد تنتقل إلى لبنان إن لم تكن قد انتقلت؟ يعني سمحت الشيخ، بدي ارجع انتقل معك او انطلق معك من حيث وصل هذا الريبورتاج. يعني برايك هل ما يحصل الان يمكن ان ينقل الوضع المتفجر الى الداخل اللبناني، من سوريا الى داخل لبنان؟ ساجيبك عن هذا، بس في سؤال اللي ذكره السائل انه الشيعة وين شو عملوا. الحقيقه نحن مفترض كل اللبنانيين سنه وشيعة ومسيحيين نقف مع الحق، نقف ضد الباطل، ندعمه بما نستطيع بما نرى أنه حق بالدعم. أنا لا أرى أن السنة في لبنان قاموا بما يجب عليهم تجاه الشعب السوري. بأي معنى؟ ولا بدعم، يعني أين المظاهرات السنية الحقيقية؟ هم تحصل في طرابلس، تحصل يعني هيك شغلات بسيطة. طبعا ربما عندهم أجوبة أنه نحن حاضرين بس خايفين من التصادم. فإذا في مشكلة في لبنان، يعني في خطوات لا تستطيع أن تلوم الناس يعني لما لم تفعلها، ربما تكون يعني في أمامها عقبات حقيقية. الحقيقة أنا أجيب هذا السائل وغيره، نحن قلبا وقالبا نرى أن قضية الشعب السوري قضيتنا أساسية في المنطقة، ويجب دعمه والحرص عليه وحمايته، ونحن نحاول ما استطعنا وإن كانت يعني محاولاتنا متواضعة لأنه إمكانياتنا متواضعة أن نقف مع الشعب السوري ونخدم العائلات المهاجرة إلى لبنان بما نستطيع، لكن هذا بالتأكيد هو أقل بكثير مما يجب علينا، وإن شاء الله سوف نقوم بكل الواجب الملقى على عاتقنا، سوف نحمل الأمانة بصدق
وسنكون أوفياء للشعب السوري ولكل مظلوم في المنطقة. طب سماحة الشيخ، انطلاقا من كل هذه الصورة المتكاملة، هل يمكن أن نعتبر أن حزب الله اليوم بات موزعا فعلا بين ثلاث جبهات؟ يعني هناك جبهة الجنوب، وهناك جبهة البقاع أو الحدود مع سوريا، وهناك جبهة الداخل المفتوحة دائما. جبهة الجنوب أغلقت، بالعكس اليوم في أمان. يعني اليوم كل إنسان يعرف بأنه الإسرائيلي ليس من مصلحته أبدا أن يعكر مزاج لحزب الله، طالما هو منخرط بما هو حقيقة خدمة للعدو الإسرائيلي، لأن الفتنة السنية الشيعية بالمنطقة خاصة إذا توسعت وأكلت الأخضر واليابس، بعتقد أكبر خدمة ممكن أن توجه لمصلحة الكيان العدو الإسرائيلي. وللأسف الشيعة، للأسف الشيعة جزء من هذا المشروع الغير محترم. ومن هنا نحن نريد أن نقف، ونقف بحزم ونطالب ونسعى، ولا يجوز لأي إنسان أن يقول أنا عاجز أو ليس لي قدرة أو أي شيء كذا. وأنا من هنا أطالب الجميع، وخاصة إخواني وأبنائي في حزب الله، أن يقفوا. لا يجوز، يعني ممكن واحد يساير، ممكن واحد يسكت، لكن حينما توصل الأمر المسألة إلى هذه الدرجة، السكوت جريمة كبيرة. هنا الساكت عن الحق شيطان أخرس، حقيقة شيطان أخرس. مهما كانت مصالحك، مهما كانت ظروفك، يجب أن ترفض، ويجب أن ترفع صوتك. وأنا أطالب إخواني الآن بلزوم أن يوقفوا هذا الأمر الشنيع، بالحد الأدنى ألا يشاركوا في قتل السوريين، بالحد الأدنى ألا يشاركوا في الفتنة، ألا يجعلوا الفتنة تتوسع. هذا الأمر لا يجوز. أما موضوع انتقال طبيعي، أنا قلت لك بالبداية كنت أظن بأنه ممكن تأتي الفتنة من سوريا إلى لبنان، وإذا بنا نحن نذهب إليها، نستبق، يعني متشوقون لخوض غمار الفتنة. يعني اليوم نحن نقرأ معالمها، يعني بيان الجيش الحر قبل أيام، ماذا يعني؟ يعني نقل الحرب إلى داخل لبنان في حال استمر. أنا قلت وذكرت فيما مضى أنه يعني للأسف الشديد، هذا منطق يجب أن أذكر فيه الناس، نحن حتى دنيويا مش مصلحتنا نفوت بحرب. دنيويا مهما حاولنا نحكي ونقول بأنه حزب الله قوي وعنده إمكانيات، بس بغض النظر دنيويا أنت من مصلحتك أن تفتح جبهة عليك من الضمنية مرورا بالأراضي السورية إلى شتورة على امتداد أكثر من 200 كيلومتر في منطقة البقاع مثلا، فضلا عن المنطقة المتاخمة للجنوب والخيام والمنطقة. أي جنون هذا؟ مثل ما أستطيع أن أطير صواريخ عليهم غدا سيتمكنون من أن يوصلوا نيرانهم إلى كل قرانا وكل مدننا. بالأمس بالتمام، بالأمس قال لي أحدهم شاهد صاروخا قادما من سوريا باتجاه منطقة بعلبك، لا أدري أين سقط. طب هذا الكلام ماذا يعني؟ هل يعني أن نظرية النائب النفس أو سياسة النائب النفس التي تدعو إليها الحكومة قد سقطت فعليا وعمليا، لكنها باقية وصامدة فقط نظريا؟ هي من الأول نظريا، هو من الأول نظريا، يعني ليس هناك نائب النفس اجتماعي، ليس هناك نائب النفس سلاحي، بس في نائب النفس رسمي، في نائب النفس إعلامي رسمي على مستوى حتى رسمي، يعني وزير الخارجية يتصرف على أساس وزير خارجية سوري، ووزير آخر مثلا يتصرف على أساس هو نائب النفس، مثلا في ترد ميقاتي يحاول أن يظهر أنه هو نائب نفسه، لكن وزراؤه في مكان آخر مثلا. لا يعني أنه ليس وزراء الحكومة عنده. طب سماحة الشيخ، تحدثت أنه جبهة الجنوب لم تعد قائمة عمليا، لكن في هذا الإطار أين تضع إذن عملية إطلاق طائرة أيوب فوق إسرائيل وفوق الأراضي الإسرائيلية؟ أين يعني تريد أن تقول أن الحرب بسوريا مش خدمة للإسرائيلي؟ لا أستطيع أحد، لا بمعزة عن هذا الأمر، بس أنه حزب الله يستمر في عمله فيما يتعلق بمحاربة إسرائيل.
أنا لا أحب كثير الحقيقة، أنا لا أحب أن يعني أن أذهب بعيدا في النكد، بس يمكن أن يقال بأن هذا نوع من التغطية على العمل بسوريا، لأنه نعم بدون العمل بسوريا عمل جيد، بس مع العمل بسوريا هذا يفهم أنه تغطية، مثل موضوع أي موضوع آخر، حماية الشيعة بسوريا، حماية سيدة زينب، إلى النهاية موضوعات أو عناوين أو أطر لتغطية على حقيقة مرة يجر إليها الشيعة جرا رغما عن أنوفهم، بحكم أننا أنشأنا مقاومة، مقاومة للدفاع عن لبنان، مقاومة لتحرير القدس، مقاومة لوحدة المسلمين، وإذا تحولت بعد فترة من الزمان، يعني بعض الناس كان يلومني ويقول أنت ليش سويت مقاومة؟ أقول له يا عمي رسول الله سوى إسلام، وبعد فترة الإسلام صار بيد صبية بني أمية. هذا لا يعني هذا أنه نلوم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سوى إسلام، نحن سوينا مقاومة وأسسنا مقاومة وحفظناها ودافعنا عنها وبنيناها حتى تحرر وحررت، لكن جاء من يستخدمها في أماكن غير حميدة. لكن هذه المقاومة اليوم مستهدفة أو تقول إنها مستهدفة، مثلا من خلال المحكمة المتعلقة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكل القضايا الأخرى، وتعتبر أن أيضا ما يحصل في سوريا هو جزء من استهدافها. أولا موضوع المحكمة، إذا كنت أنا بريء أقف أمام كل الدنيا وقدمي ثابتة، أنا قلت لهم منذ زمن أبرياء ما لشي، خلي يذهبوا الأربعة ويثبتوا براءتهم، خلي يذهبوا الأربعة. هم يشككون أساسا بالمحكمة، بالقضاة، بكل هذه الألية القانونية التي تسير عليها. ماشي. أنا لا أثق بالمحكمة أيضا، لكن أبرياء ثبتوا اذهبوا، نفس إرسالهم لهم دليل على براءتهم، لو كانوا مذنبين ما أرسلوهم. يعني المجتمع والعالم بيتحاطى أنك بريء، أن تتصرف كبريء، مش مهم أنه ولا تاني ظلم إنسان مكتار عم يظلم، ولا شعب السوري عم يموت كله، يعني لا افترض أربعة ظلموا ماشي، بس في أمة تنقذها أنت من الورطة، هذا على مستوى المحكمة. ولهذا أنا لست مع هذه الطريقة اللي عم يمارسوها، معاندة ومناكفة وكذا، بالعكس هذا عم يقولوا للي بعده عنده احتمال أنه حزب الله ليس له علاقة بدم الحريري أنه لا، يعني شيله من رأسه. بس قبل مدة في حديث لك إلى مجلة الشراء تقول أتمنى على سعد الحريري، على رئيس سعد الحريري، طي مسألة المحكمة ومنع استخدام أبيه لخدمة الفتنة. يعني بشكل أو بآخر تعتبر أن هذه المحكمة هي فتنة. نعم. كيف تريد لحزب الله أن يسير في محكمة هي فتنة؟ لا لا أعطيك ما يجب على حزب الله شيء، وما يجب على الحريري شيء آخر. على حزب الله أن يمنع الفتنة، على حزب الله من جملة منع الفتنة أن يرسل الأربعة إلى المحكمة، على الحريري أن يمنع الفتنة ومن جملة منعه للفتنة أن ما يقف كثيرا عند دم أبيه. يعني في مسؤولية متساوية نوعا ما بين، يعني هذا عليه أعمال يجب أن يقوم بها، وهذا عليه أعمال يجب، أما أنه أنت تتمسك بدم أبيك وهذا يتمسك بالوقوف، يعني نحن ذاهبين نحو الفتنة. هذا الذي ذكرته وأكرره ودائما كنت أطرحه، هذا في موضوع المحكمة. أما في موضوع أنه والله نحن في حالة خطر، ما تفعله هو الخطر، ما نقدم عليه الآن الفتنة المذهبية هي الخطر، هي الخطر العظيم. نحن نريد أن نفر من رمضاء الخطر إلى نار الفتنة، وهذا أمر لا يجوز، هذا محرم، هذا عمل يهتك الأمة، يدمرنا، هذا العمل ينصر العدو الإسرائيلي، هذا العمل لا يبقي لاش مقاومة ولا حزب الله ولا شيعة ولا زنة، نصبح كلنا بقايا بشر وبقايا أمة. هل الاستسلام هون كلي برأيك عند اللبنانيين؟ يعني كمان بحديث لإلك تقول على السياسيين اللبنانيين إلغاء موضوع 8 و14 أذار وإلغاء الاقتتال وتشكيل وزارة واحدة،
كيف يلغون 8 و14 أذار ونعلم أنه ب 8 أذار هناك رؤية استراتيجية إلى لبنان ما وب 14 أذار هناك رؤية استراتيجية أخرى؟ ما أنا بهذا الحديث أختصر مجموعة خطوات. يعني أنا أريد أن أقول تعالوا يا لبنانيين توحدوا، أسقطوا ما تتفردون به ومشاريعكم الاستثنائية وشكلوا حالة واحدة، شعب واحد، يأسس دولة واحدة وانطلقوا بناء بلدكم بعيدا عن المنافرات والمنغصات. لهذا أنت 14 نازل عن 14 وانت عن 8 تنازل عن 8 واجتمعوا كشعب لبناني يخدم مصالح لبنان. اليوم نحن يعني ما اتصور، انا ما بتصور نتيجة ما ارى، ما اتصور في مسؤول في لبنان بفكر بخدمة الشعب اللبناني. بس ايضا قلت بهذا الحديث شكل وزارة واحدة، الوزارة الواحدة او الحكومة الواحدة، يعني حكومة ما كان يسمى الوحدة الوطنية، الى اي حد حقيقة حققت الوحدة الوطنية بدلا لا. من ان تعمق الانقسام والتشرذم. في عنا نحن مشروع بناء بلد، وفي عنا مشروع الفرار من الفتنة. هذا أعتقد كنت أتحدث عن مشروع الفرار من الفتنة، أنه بين أن تجتمعوا وتعتدوا علينا كشعب، تظلمونا، تنهبوا أموالنا بهالحدود هذا، أو تفوتونا بحرب ودم. لا يعني انهبوا أموالنا أهوى من تفوتونا بالحرب والدم والفتن. يعني بهذا الإطار كنت متحدث. طب قانون الانتخابات وما يثار حول هالموضوع، إلى أي حد تعتبر أنه ما يثار المواضيع المشاريع المقترحة يمكن أن تقرب بين اللبنانيين بدلا من أن تفرق بينهم؟ ليك للإنصاف يعني أنا أتابع ما يدور، الكل ليس جدي في الوصول إلى قانون انتخابات. كل الأطراف تقريبا تريد التأجيل أو التمديد للمجلس النواب الحالي، كل واحد عنده مشروع ينصب شرك للآخر ويتمنى ينتظر أيمتى يسقط الآخرون بشركه. مشروع الأرثوذكسي مسألة يعني مسألة سخيفة جدا. يعني هذا مشروع، إذا أنا أستبعد أنه أحد منهم جاد في هذا الموضوع، بس على فرضية أنه أحد عم يفكر فيه، هذا مشروع يؤسس لتحويل لبنان إلى دويلات صغيرة، إمارات صغيرة سخيفة، ومدرسة للمنطقة حتى تتقسم على هذا الأمر. عمل جنوني. هذا بعض أنا وقت بسمع المسيحيين عم يتحدثوا أنه يا أخي بدنا حقوقنا وهذا بيضمن حقوقنا، أنا بستغرب. بالعكس، هذا هو دمار مسيحيين قبل أن يكون دمار للآخر. لا، هو دمار المسيحيين. أنت بناءك، يعني إذا كان أنا عندي نواب بالبرلمان، حتى لو عندي نواب، بدي افترض عندي نواب، يعني سيحموني، سيشكلوا حماية أمنية وحماية اقتصادية وحماية قانون. ما عم بحكي هلأ حماية، عم بحكي كأنا كمواطن أشعر ساعتها أنه من انتخبته يمثلني حقا. ماشي، هذا الذي انتخبته وصل للبرلمان، سيستطيع أن يشكل لي حماية؟ يعني غازي كنعان كم كان عنده نائب بالبرلمان؟ لا طبعا، بس هذا موضوع تاني. سمعتك. لا مش موضوع تاني، هو الموضوع الأول. سمعتك ذكرت بالأول أنه من يحمينا هي الدولة، الدولة هي اللي تحميني وليس النواب. أحسن. هنا ممكن أن يكون النواب ما إلي ولا نائب فيهم، لكن بحكم وقع معين الجميع لا يستطيع أن يخالفني، الجميع يطيع أمري، وهذا وارد في لبنان، يعني أمثلة عليه كثيرة. إذن المسيحيون أو غير المسيحيين ضمانتهم مش وجود عدد كافي أو ناقص بالبرلمان، وضمانتهم وجود دولة عادلة حتى لو كان الحاكم مسلم، دولة تحميهم حقيقة. نحن نسعى إلى دولة حامية، هون يجب عظيم. وهذه الدولة الحامية كان يجب أن يكون شعب حامي. أنا معك، بس إذا كان المسيحيون حاليا يريدون الاثنين معا، يعني يريدون هذه الدولة الحامية التي تحمي والتي تدافع، وأيضا يريدون أن يكون لهم داخل مجلس النواب من يمثلهم حقا، هل هذه مشكلة؟ هل هذه جريمة؟ لا ما عم بحكي جريمة، أنا ما قلت جريمة، أنا قلت أنه هذه لا تنفع، هذه تمزق.
الشيء الصحيح علينا بهدوء أن نفكر بمستقبل بلدنا، نفكر نبني شعبا واحدا. شعب المسلم يرى في المسيح العادل ضمانة، والمسيحي يرى في المسلم العادل ضمانة، المسيحي حريص على حقوق المسلم أكثر من حرصه على حقوق المسيحي. من هون بتيجي التزامه بالقوانين، التزامه بالدستور، التزامه عدم استخدام المؤسسات لمآرب كذا. هذا منين بيجي بشكل عام؟ بيجي مش من السماء، أن يعني يكون في عنا شعب متماسك في معارضة حقيقية من جميع الأطراف، من مسلمين ومن مسيحيين، ما تراقب، تحاسب، بتنزل للشارع، بتعترض، بتعتصم، بتنزل على الانتخابات، تسقط، ترفع. هذا النظام اللي بيحمينا. أما الاستغراق في التمزق والتمزق 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 إلى أن نقتتل على بواب. من قبل قليل، قبل فترة، المياومين في الكهرباء، يعني شو شغلتهم هؤلاء؟ رئيس وزارة، وزير، نائب، درجة أولى، ما مسكين عم نقتتل وعملنا مشكلة في البلد إنه في مواومين بهذا القطاع من المسلمين أكثر من المسيحيين، وعملنا مشكلة. هذا كذب، هذا خداع، هذا خداع للناس. أنا مش عم دافع عن المسيحي لأنه ما في مواومين، جيب لي مسيحيين يقعدوا مواومين، تعال مليار بتلاقي صعب، مش هيك القصة. طيب الباقي المسلم، باقي اللبنانيين شو بنعمل فيهم؟ إذا فرضنا بأنه والله بدنا نجيب عدد من هون قد العدد من هون، طيب المسلم باقي اللبنانيين شو بنعمل فيهم؟ بنكبهم برا، بنقول لهم ما يكون مكان بلبنان لأنه طاف الميزان. الموضوع بدقة، بهدوء، نفكر ببناء مستقبل. هذا الأمر أنا لا أثق بالسياسيين، هذا الأمر يعتمد على اللبنانيين العاديين. نحن كلبنانيين علينا المتضررين، الشعب، وأنا واثق أنه إذا استطعنا أن نمشي ووثقنا بأنفسنا نصل. هلأ ربما يقول بعضهم نحتاج إلى وقت، نعم نحتاج إلى وقت، نحتاج إلى جهد، لكن هذا الطريق، ما عندنا طريق غيره. طريقنا أنه نحن نسقط كل المذهبيات وكل الطوائف على جنب. بالمناسبة هذه طوائف، مثلا مذهب الشيعي ومذهب السني ليس لهم أصول دينية، هذه مذاهب سياسية، هذه كونها ومولها واشترى لها رجال واشترى لها فكر أساسة أصحاب السلطان. حقيقة إذا مشيت إلى الأغوار إلى الأعماق ما في شيء سنة وشيعة بالإسلام أبدا، وأغلب الشغلات التي يتميز فيها الشيعة عن السنة هي شغلات ليس لها أساس يعرفها الشيعة، وأغلب الشغلات التي يتميز فيها السنة عن الشيعة أيضا يعرفها السنة ليس لها أساس، لكن حاول هؤلاء أن يتميزوا بباطل، وحاول هؤلاء أن يتميزوا بباطل حتى يصير لكل زعيم مجموعة إذا دعاهم استجابوا له. أيها المسلمون، أنتم أمة واحدة، ليس هناك في الإسلام سنة وشيعة. هذه السنية والشيعية من المنكرات التي ابتدعها أبناء الشيطان. طيب لنعود إلى موضوع القانون الانتخابات، يعني انطلاقا من كل هذا العرض، هل يمكن القول أن الانتخابات برأيكم لن تحصل في حزيران المقبل؟ يعني عدم حرصهم على الوقت، يعني عم يضيعوا وقتها، واضح أنهم مش مهتمين بالوقت. لو كانوا مهتمين بالوقت مفترض هذه الأمور التي تبحث اليوم أنجزت منذ زمن. لأنه دايما بتعرف يعني. ثم بالتالي حديثهم عن موضوع الأرثوذكسي ونحن نعلم أن الجميع لا يريده، لكنه من باب نصب الشباك وتمزيق الممزق، وأن كل إنسان منهم يخبئ في عبه مشروعا خاصا، أكيد الموضوع ذاهب ربما إلى تعطيل الانتخابات لفترة، ربما نسأل الله ألا تكون كذلك، تعطيل أو تأجيل ربما تقنية 3 أشهر أو 4 أشهر. أتمنى أن يكون التأجيل 4 أو 5 أشهر، ما يكون يعني راحت علينا. وهل هذا التمديد بعدين سينسحب أيضا على كما يقال قيادة الجيش، قيادة الأمن الداخلي، وأيضا فيما بعد ربما رئيس الجمهورية؟ وهل في هذا مكسب أعظم منه أن كل إنسان يحافظ على موقعه؟ هذه مكاسب السلطة، هي فقط مكاسب سلطة أو كمان انطلاقا من الواقع القائم في سوريا؟ يعني البعض يقولون أنه الوضع ضبابي غامض
وبالتالي موازين القوى لم تتركز بعد في لبنان، وانطلاقا من هذا الأمر كيف يمكنك أن تعيد إنتاج السلطة في هذا الزمن الملتبس؟ لا، موضوع سوريا، موضوع يعني سوريا في لبنان موضوع أساسي وأساسي مهم جدا. إذا أنت لاحظت كثير من الدول اليوم ربما تريثت في الموضوع السوري، لأنه في إشارات أمريكية خلت الناس يعني تقف وتصبر وتراجع حساباتها. الإشارات الأمريكية غير مشجعة للمعارضة السورية، الإشارات الأمريكية وكأنه واضح أنهم يريدون أن يكمل النظام تدمير سوريا. ومن هون أنا بقول أنه الأمريكيين والروس شركاء بجريمة بما يزيد في سوريا، بجريمة واحدة. وإذا كانوا الأمريكيين عم يفكروا في يوم من الأيام أنهم هم يتصالحوا مع الأمة الإسلامية، هذا ما بيخليهم يتصالحوا مع الأمة الإسلامية. إذا عم يفكروا ويعطوا صورة عنهم أنهم هم جماعة عن صحيح ما بيحموا الطغاة وما بيحموا المجرمين، وهم عن صحيح إن مع خيارات الشعوب، هذا بيعطي دليل معاكس، هذا بيعطي دليل أنهم هم ليسوا كذلك. لهذا ما يجري يجب أن يعاد النظر به. طب بالنسبة إلى لبنان، أنا لأن انطلقت معك من لبنان وليس إلى سوريا، يعني انطلاقا من هالوضع الملتبس المستمر ربما كما هو، يعني الاستمرار في تدمير سوريا، بالتالي البعض بيقولوا أنه لا يمكن أن تقوم معادلة جديدة في لبنان في ظل استمرار هذا الوضع. إذن التمديد حتمي على صعيد رئاسة مجلس النواب وعلى صعيد كل البنى المؤسساتية الأخرى. أنا أؤمن منذ وقلت هذا مرارا أن الوضع في لبنان مرتبط بسوريا، وطالما الأمر بسوريا غير بين سيبقى الضباب في لبنان. هذا حد. نعم، إذا بين الوضع أسود أو أبيض في سوريا سينعكس حتما على الوضع في لبنان، هذا أكيد. طب في هذا المجال كيف تقوم أداء رئيس الجمهورية، رئاسة الجمهورية في ظل كل هذه الأمور والتحولات؟ الحقيقة أنا عادة حساس من المسؤولين الرسميين وشكاك، لأنه للآلام الكثيرة، لكن راقبته ما أدري لديه مواقف بعض الأحيان كتير رائعة. مثلا في موضوعات تتعلق بالتعاطي مع الجانب السوري، في موضوع النزاع حول قانون الانتخابات، في موضوعات بتلاحظ مثلا بهذا الموضوع هو ينسجم مع 14 أدار، بالموضوع الآخر هو ينسجم مع 8 أدار، يعني وهذا شيء ليس سيء. يعني تعتبر حقيقة أنه يلعب دور الحكم في هذه الأيام؟ ما وصلت لهالمستوى، ما وصلت. أنا بتمنى أنه يصير في عنا رئيس جمهورية حقيقة حاكم، يصير. ما وصلت لهم بس بتمنى. رئيس الحكومة، رئيس الحكومة هو عالق ما بين حلفائه وبيئته، هو من بيئة خياراتها واضحة ومحددة، ومن لم يكن مع هذه الخيارات فهو عدو. هو لوحده في هذا المأزق أو الجميع، ربما جميع الزعماء في لبنان في هذا الموقف؟ لا، هو باعتباره رئيس وزارة ورئاسة الوزارة للسنة، هو رئيس وزارة سني، والأجندة في مكان آخر لجميع 8 أدار السورية الإيرانية إلى النهاية العونية، فهو محشور بزاوية. لكن كان مستثمرا بارعا، يعني هو استطاع أن يضع حلفائه بين خيارات أحلاها أن يقبلوا بتوجهاته. حتى لألك حديثهم بتقول في أنه وكأنه الرئيس نجيب ميقاتي يبتز حزب الله. هل تعتبر أنه وصل إلى هذا الحد في القدرة على استثمار المتغيرات والمتحولات التي تحصل؟ نعم،
ولي جملاط يبتزهم وهو يبتزهم لأن هم صايرين في وضع لما المشكلة هون خيارهم السياسي وصلهم لهون. لو هن ياخدين خيار سياسي بناء البلد كان الجميع يرضخ لرغبات لأنه خيار بناء البلد لا يستطيع أحد أن يبتزه بل بالعكس. بس لأنهم ياخدين خيار مر فمضطرين يردوا هذا ويردوا هذا ويسكتوا هذا ويسكتوا هذا إلى أن وصل أمرهم عطوا وزير وزارة شيعية لوزير سني لحتى كمان يضحوا وضعهم. وهلا تاني في كثير من الأمور الجنرال عون ممكن يأخذ قرارات ما بيحلموا أنه في يوم لليوم يقولوا آمين عليها عم يقولوا آمين لأنه مضطرين. وليد جملاط عم يتصرف شو أي قرار يعني قضية لقاء الأرثوذكسي مثلا تعتبر أنه منهم مقتنعين أكيد بس البعض بيقولوا أنه بالحسابات على الورق يخرج فريق 8 أذار منتصرا انطلاقا من هذا القانون أو مشروع القانون اللقاء الأرثوذكسي. ما بدنا نضيع وقت عليه بس أكيد. شو أكيد؟ أكيد بأنه هم يعتبرون هذا المشروع عملا غير صالح ومشين فيه كمناورة برأيك. نعم. وليس أكثر من ذلك. نعم. طيب ما دام عم نحكي عن الابتزاز برأيك رئيس مجلس النواب نبيه بري هو في موقع الذي يمارس الابتزاز أو المبتز؟ لا هو شاطر الأشطر شاطر الأشطر في اللعبة القائمة يعني هو خبير يعني إذا بعد 40-50 سنة ما صار مجتهد في الابتزاز أيمتى بده يجتهد يعني صار فقيه طب والواقع كله سوا يعني بدنا نختم أيضا هذا الملف قبل ما نرجع نفوت على الملف الاقتصادي الاجتماعي إلى أي حد تعتبر حقيقة أن هناك أزمة سياسية اليوم في لبنان لبنان يعيش أزمة سياسية كاملة اليوم لبنان هو عم يتفتت عم يضيع أساسا يمارسون مزيد من الضياع مزيد من التفتت نحن إذا استمرينا هيك أكيد لبنان لن يبقى لبنان إذا استمرين بكل القيادات إن شاء الله ما نستمر بكل القيادات يعني إذا بدنا نرجع نسكت حكينا يمكن عن الرؤساء الثلاثة بعد في كتير من القيادات النائب ولي جملاط العماد عون الدكتور جعجع الرئيس سعد الحريري النائب سامي فرنجية كيف بتشوف يعني الأداء كيف تقوم هذا الأداء لك يعني بشكل عام الكل لا يملك الجرأة الكافية أن يقف ويقول كلاما قد يأذيه يعني يعارض مزاج جماعته يحاول يسير هذه نقطة ضعف المسؤول يجب أن يملك الشجاعة الكافية أن يقول الحق حتى ولو كان سيضره شخصيا حتى لو أمانه حتى لو صار خارج اللعبة يعني عم تدعيهم أنه يصيروا مثلك مش خارج اللعبة مش خارج اللعبة ليش؟ ستكتشف أنت لاحقا أنه أنا مش خارج اللعبة وسيتبين لك لاحقا أنا لست خارج بالعكس من يفعل فعلي هو اللاعب الحقيقي هو مش اللاعب بمعنى يعني هو الحريص الحقيقي هو الذي ينجح حقيقة أنا سمحت لحالي أقطع عليك السؤال لأنه كمان انطلاقا من كتير تعليقات على الفيسبوك وعلى تويتر حول الموضوع مثلا أيمن بتوني بيقول لما لا يكون هناك تحالف سياسي حقيقي للاعتدال الشيعي الرافض سياسة المحاور البعض كمان بيسألك مثلا نسيب أنصو بيسألك لماذا لا تسعون إلى جمع جبهة وسطية على نهج الإمام مهدي شمس الدين وتقوية هذا التيار ليؤمن الاعتدال والطمأنينة يعني في كتار كمان عم يسألوا لماذا هذا الدور نوعا ما واسمح لي بهذا التعبير المتفرج الذي كما يبدو على الأقل بالنسبة لنا كمراقبين إنه وكأنه متفرج أنا لست من النوع الذي يتفرج أنا لا أعرف يعني نظرية التفرج بطبيعتي أنا ممن يكون في المقدمة دائما ويخوض غمارها بكل ما أوتي من قوة وأنا أسعى أن يكون عندنا جهد حقيقي في هذا المجال جهد حقيقي ممكن بعض الناس يعني معلش مثلا بمناسبة الانتخابات مثلا ممكن يطرق بابك كثيرون تعالنا نتعاون كذا بس هو الحقيقة هو بده يوصل للانتخابات يحصل له كم صوت أنا ما هي مشاريع أنا لا أرغبها وبعتبرها عمل يعني عبثي وصحيح مشروع إنقاذي للبلد
أنا أمام الجميع. مشروع بناء بلد، نعم أنا أمام الجميع. نحن يجب أن مش مشروع شيعي، مشروع شيعي شو مشروع شيعي؟ هذا لا ينفع. يعني بعد عم نغرق ب إني أصدق إنه مشروع اعتدال شيعي في مواجهة ما مشروع لبناني يضم من كل الفئات، الناس اللي بدهم دولة واللي بدهم بلد واللي بدهم أمن واللي بدهم اقتصاد واللي بدهم وحدة شعب واللي بدهم مستقبل حقيقة. وأنه أنا أدافع عن شريكي في الوطن مثل ما أدافع عن أخي من أمي وأبي وأكثر، هذا المشروع الحقيقي، هذا يجب أن يحمله مجموعة. ولهذا أنا أضيف ندائي إلى هذه النداءات وأقول تعالوا حتى نمشي بهذا المشروع الحقيقي. أنا أول من يمشي بكل إمكانياتي، بكل من يؤمن بما أؤمن، بكل من يطيعني فيما أقول، ما عندي مانع. بالعكس. سؤال أخير بعد بهالمجال، لأنه كمان كتير أسئلة حوله، أنه كيف تقرأ سماحتك ظاهرة الشيخ أحمد الأسير؟ رد فعل على تطرف شيعي، يعني شيء طبيعي. الساحة السنية للأسف محتقنة، والقيادات المعروفة تكبت هذا الاحتقان، يعني يريدون أحد يفجر غضب في وجه ممارسات بعض الشيعة. شيء طبيعي أن يستغل رجل يو أحمد الأسير يو غير أحمد الأسير، وممكن يصير عندك بكرة 10 أحمد أسير و15. هل عندك خوف أن تتمدد هذه الحالة إذا استمر الوضع على ما هو عليه عند الطائفة السنية، يعني عند الشارع السني؟ الشارع السني ينتظر سوريا. إذا وضعهم بسوريا ارتاح وصار في عندهم مزيد من القوة والرجال، أمرنا في لبنان سيكون مأساوي. يعني أحمد الأسير أو غيره لن يشكل، يعني طالما الأمور هكذا لن يشكل حالة مخيفة، يعني لن يكون لدينا يعني كفتي عفريت. بعد في أن كفة عفريت واحدة. طيب، ماذا عن الوضع الاقتصادي الاجتماعي أيضا؟ ماذا عن التطورات الممكنة في المنطقة؟ رح نعالج هالملفين بعد فاصل إعلاني أخير. سمحت الشيخ، كما يبدو جليا أن الوضع الاقتصادي الاجتماعي ضاغط كثيرا بالنسبة إلى الناس، بالنسبة إلى معاناة الناس. وطبعا سماحتك كنت أعلنت ثورة الجياع عام 1997، كيف تجد اليوم المقاربات الحكومية؟ وهل تعتقد أن هذه المقاربات الرسمية كافية لمواجهة الأزمة على هذا الصعيد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نحن بالسنة 92 1992 الحقيقة المشروع اللي قدمه المرحوم رفيق الحريري قرأت فيه انه نحن رايحين الى مكان خطر. ويومها حملت الملف انا ودرت فيه على بعض اللبنانيين، بعض السوريين، بعض الايرانيين، انه عمي خلينا نفكر بهذا الامر، لانه يعني نحن ممكن نغرق البلد في مأزق اقتصادي كبير ولا نستطيع. يعني نحن لسنا دولة بترولية حتى نقدر نغطي العجز، إذا وقعنا في عجز وصار في إفلاس للبلد. مهم الناس في واد، يعني صور غازي كنعان مثلا أو عبد الحليم خدام في حينها أو غيري من اللبنانيين، تبين الموضوع ناويين هم يسرقوا، يعني يجيبوا مصاري يتدينوا ويتقاصموهم. هالقد المختصر. إلى أن وصل الأمر إلى ما وصل إليه عام 97، فاضطرينا رغم من توسلاتي يعني اضطرينا نرفع صوتنا وحاولنا نضغط بالممكن. وأنا أقول لمن يرغب أن ينقذ لبنان، تعالوا ننقذ لبنان اليوم وغدا وأمس. أنا ب 97 أعلم الخطورة، أعلم المتربصون كم هم وعددهم وإمكانياتهم ونواياهم، مع هذا أقدمت. إلى أن حل المشكل عن طريق بعض الضباط الغير محترمين في خدم الأمن السوري، كانوا في لبنان هنا يومها لمصالح بدون السوري. طب بس اليوم غير موجودين.
يعني عم بحكي حل اليوم وهاجموا المدرسة وإلى حوزة. الشاهد نحن نريد أن نطعم شعبنا، لا نريد أن نقتله وندخله في حرب، يعني يكون واحد بشي يصير بشي تاني. ومنذ ذلك اليوم تتدهور الأمور، اليوم نحن في أسوأ مكان. يعني وحينما تقول الدولة نعم نحن نريد أن ندفع بس نريد مصادر للمال، مظبوط، إذا ما أجابوا منال منين بده يدفعوا؟ بس نعرف أيضا أن وضع البلد سيء جدا، ميزانية البلد لا تتحمل، ديون البلد هائلة، بس هذا نتيجة السرقة ونتيجة الأعمال المنكرة ونتيجة خيانة البلد ونتيجة الأعمال الضارة اللي مفترض هؤلاء يدفعون ثمنها. هؤلاء بدهم يعالجوا، مش رح يعالجوا، ولهذا نحن اليوم في مأزق. هي فقط نتيجتها أو كمان نتيجة الوضع المأزوم في المنطقة العالم العربي، يعني هذا الأمر يؤثر اقتصاديا قبل أن يكون مأزوما، قبل أن يكون مأزوما في العالم العربي نحن ذاهبون. يعني ولا دولة ولا حكومة جاءت ووضعت علاجا للأزمة أو أنه وضعت لبنان على سكة الحل، بالعكس الكل كان يدفع الأمراض ويدفع العقد ويدفع المسائل ويحاول تمرير الوقت إلى أن وصلنا إلى هنا اليوم. طبعا أنا لا أريد أن يعني أزيد في الطين بلة، يعني مثلا العام الماضي بالصيف الناس منتظرين، يعني بعض الناس يجوا من الخليج وكذا، شوي طلعنا بفيلم إله أول ما إله آخر، يعني بفيلم تهديد الخليجيين، تهديد، صرنا بدنا نهدد الكون كله، وهذا أمر مسيء مضر، واليوم لازلنا نمارس عملا ضارا. شيء منكر، شيء غريب، يعني أنت تستطيع اليوم بموضوع حل المشكلة، ترى المسألة ليست معقدة. يعني مثلا إذا فرضنا زدنا حق على كيلو الحنطة مثلا 100 ليرة أو 200 ليرة للمزارع، لا تبقى بقعة من لبنان إلا تزرع، بس يعني يحس المواطن بأنه أرضه تطعمه. بين بالعكس، يعني يوم البطاطا بتلاقي الوزير راح جاب بطاطا، يوم التفاح بتلاقي الوزير راح جاب تفاح، يوم المبارك شو منسك. الدولة شغلتها تفتش عن أماكن لسوق لتصريف منتجاتنا، بالعكس نحن بنشتغل أكثر من هذا. كانت البلديات مسموح لها أن تعطي ضمن صيغة معينة أوراق إجازة عمار، ممنوع هلأ البلديات أن تعطي على أمل أنه يطلع قانون، والقانون مش لح يطلع والمواطن منتظر بنص السهل مثل ما يقولوا. طيب هذا مو حل، ما نحن من جملة الأزمات بالسبعة وتسعين ويوم تحركنا كان هاي المشكلة، والمواطنين وين بدهم يروحوا؟ اليوم أنا ألفت نظر السلطة، نحن سنتحرك إذا استمريتم، عالجوا خرجوا من محنتكم، لأنه نحن حاضرين ونحن جاهزين وفي كل وقت، وما حدا يتفاجأ يقول والله فاجأ. بتقول نحن من يعني نحن؟ بالحد الأدنى أنا. أمر تاني، صار لهم ثلاث سنين مانعين الميزانيات عن البلديات، البلديات خدمة الناس بالقرى بالأرياف بالمدن، مين عم يأكل هاي المصاري؟ وين عم تنسرق؟ وين عم بتروح؟ طيب بأي حق؟ بس إلو صرفوه، صرفوهم أكلوهم، لا بدهم يصرفون، يعني يصرفون للبلديات لحتى أنه البلدية ثلاث سنين يا أخي، ثلاث سنين يعني هاي البلدية محجوزة أموالها من ثلاث سنين، شو عم تشتغل خلال ثلاث سنين هاي؟ هاي ولا شيء. ووضعوا على عاتقها كلفة الإنفاق على بعض المؤسسات، يعني في عمل تخريبي مقصود، في عمل لا مسؤول، يعني مش مهمني أنا الشعب بيصير شو بيصير فيه وين بيروح، هذا الأمر غير مقبول، لن نسكت عليه أيضا، وسنتحرك في الوقت المناسب الذي نرى فيه أن إمكانية الفائدة، أبدا لن نسكت مهما كانت الأسباب والأعذار التي يتقدم بها هؤلاء. هم لو أنهم عالجوا سنة 97، لو أنهم عالجوا قبل 97 لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. اليوم بعضهم بيأمل أنه بكرة جاي نفط، بكرة جاي نفط وغاز، شو المسخرة هاي، نفط وغاز وجاي، ما هذا كل واحد هلأ تاني عم يعمل إهراءات ليعبي فيها مصاري من النفط والغاز.
هي بعد ما بلشت بس يمكن عم بيأملوا المواطنين بهالموضوع. بس حكيت عن موضوع فصل الصيف وطبعا انه وقت اللي صارت هذه التحركات على الارض كانت مرتبطه بالمخطوفين اللبنانيين في سوريا وتحديدا في اعزاز. وانت قايل حول هذا الموضوع سماحتك انه حسن نصر الله السيد حسن نصر الله اخطا في معالجه موضوع المخطوفين اللبنانيين في سوريا يلي بعده مطروحين لحد هلا، وانه منطقه مرعب وخطير جدا وان الاعتذار عن الخطا فضيله. ليه حملت هذه المسؤوليه في حين انه طبعا من هو يلي انا اكثر من هذا اريد ان اقول الان. كان في مخطوفين بسوريا من إيران صح؟ وإيران هي الأساس مش حزب الله وهي اللي عم تمول إلى النهاية. سؤال، لما تم التبادل مع الإيرانيين ولم يشرك اللبنانيون بهذا التبادل؟ سؤال بسيط، يعني إيران وحزب الله ليش مزجوا أسماء هالتسعة مع الأربعين؟ ليه برأيك؟ ليه برأيي أنا بدو أسيء الظن. مطلوب الشيعة في لبنان ينظرون إلى الشعب السوري والمعارضة السورية نظرة عدائية. خطف لبنانيين شيعة في لبنان من لبنان بسوريا يخدم حالة العداء والتنافر ويساعد على خلق مناخ إنه يروحوا شباب ويقاتلوا بسوريا. لما لا تفاوضون وتطلقون بعض بل الجهة الخاطفة هي التي عرقلت هذا الأمر. والجهة الخاطفة أنا أظنها لا تخدم لا تعمل لمصلحة الشعب السوري، لأن خطف هؤلاء لا يخدم المعارضة، خطف هؤلاء يدخلنا في مأزق آخر. ما أنا قلت لك قبل، يعني برأيك أنه اثنين عم يعملوا في سوريا في تجمعات في ناس ليس مصلحتها خدمة المعارضة وخدمة البلد، في أجندات خاصة تعمل لمصالح في كثير من الأحيان ضد مصلحة الشعب السوري. أنا مطمئن أن من فعل ما فعل في سوريا وخطف اللبنانيين هذا لا يخدم الشعب السوري ولا المعارضة السورية، هذا يخدم هو ومن يعطل إطلاقهم من لبنان أو من إيران يخدم نفس المشروع، مشروع الفتنة السنية الشيعية. أنا مستغرب، أنا أسأل، خلي يجاوبني أي إنسان في لبنان، طيب نحن طلعنا 40 مدري كم قديش إيراني، خب لو زجينا بعهم هؤلاء أو هلأ أو عبقرة 42 وحطيناهم إيراني وطلع لبناني كيف ما بدي يطلع، وأنا بعرف والسوريين بيعرفوا إنه كثير من هؤلاء اللي أنا بعرفهم معرف يقين أصحابي وأصدقائي، هؤلاء ليس لهم علاقة لا بمشاريع القتال بسوريا ولا بسياسة حزب الله ولا أي شيء، بل بالعكس يعني هم يعني اليوم يدفعون ثمن، كانوا في لبنان دفعوا ثمن معارضتهم لمواقف حزب الله واليوم يدفعون ثمن سياسة حزب الله في سوريا. عدم إخراج هؤلاء من سوريا يخدم مشروع الفتنة والحرب الذي تقودها إيران وحزب الله في سوريا. يعني برأي قوني حزب الله بشكل أو بآخر وكأنه متورط في هذا الموضوع؟ الظاهر هيك. طيب بدي أنتقل معك يعني إلى موضوع آخر. مش حزب الله، حزب الله شباب أنا أحبهم، أنا هؤلاء شبابي وإخواني. ما حينما نتحدث عن حزب الله ما حدا من حزب الله أنا حزب الله، ما حدا من حزب الله يقول ولا عم يحكم علينا، لا، في قيادة بإيران وحتى إيران في قيادة بإيران تتحمل مسؤولية، وفي كمان ناس بلبنان قيادات وحدهم بيتحملوا، أصحاب القرار بيتحملوا مسؤولية. كان يجب الإفراج عن اللبنانيين قبل الإفراج عن الإيرانيين، كان يجب أن توضع بلائحة الإفراج عن الإيرانيين أن توضع أسماء اللبنانيين على رأس اللائحة قبل الإيرانيين حتى نمنع الفتنة ونثبت بأنه نحن حريصين على اللبنانيين، حريصين على شيعة لبنان. اللي حارس على الشيعي بسوريا يروح يقاتل للدفاع عنه كما يقول، هو حريص أن يجيب الشيعي من سوريا إلى لبنان. ما دام رجعنا عم نحكي عن الفتنة بدي أسألك عن الوضع في المنطقة كلها سوا، يعني المشهد المأزوم على صعيد المنطقة. حلف الأقليات يقال الكثير عن هالموضوع، إنه ربما الهدف من كل يلي عم يحصل من كل التطورات الميدانية هو الوصول إلى تمزيق الممزق مثل ما بتقول سماحتك، وبالتالي الوصول إلى نوع من أحلاف الأقليات فيما يتعلق بهذه المنطقة من العالم. ممكن يكون عندي أنا مشروع أو أنت عندك مشروع، لكن مشروعي حيمشي ومشروعك اللي بده يمشي مشروع الدول الكبرى.
يعني افترض بأنه إيران عندها مشروع حلف الأقليات أو حزب الله أو المسيحيين أو العلويين أو إلى غيره، لكن هذا المشروع هو اللي حيمشي. نحن عندنا قدرة أن ما نفكر فيه من مشاريع من هذا القبيل أن ندعمها لتصل في وجه مشاريع معارضة، إذا فرضنا هناك مشاريع معارضة للأمريكان والأوروبيين والروس. هذا إذا افترضنا، بس ألا يمكن أن يكون هذا هو المشروع الأمريكي؟ عم بحكي إذا كان عم بحكي افتراضيات. إذا كان المشروع الأمريكي ليس مشروع دعم الأقليات، إذن فلن ينجح هذا المشروع، سيخسر، وسينجح المشروع الأمريكي. إذا كان مشروع الأمريكي الفتنس النية الشيعية والاقتتال حتى الموت، ما بيبقى منا إلا إلي حق أنا أفكر بمشروع أقليات حينئذ، أو لا أحاول أن أحمي المنطقة من مشاريع خطيرة من فتنة داهمة. هذا مسؤول، هذا موضوع أساسي، هذا موضوع أساسي. بالمناسبة المنطقة ليست جثة مكشوفة لكل الجراحين، لا مش هيك. المنطقة عندها قوة وإمكانيات وتستطيع أن تصبر تتحمل. تصبر أنا تتحمل، بس برأيك هذه المنطقة من محكومة بعصبيتها، عصبيتها الطائفية والمذهبية؟ حتى البعض عم بيقول أنه ربما تفكير النظام السوري اليوم هو الوصول إلى دولة ساحلية أو دولة علوية على أنقاض هذه الدولة المركزية. مش أنا أعتقد أن سوري يقاتل ويظن أنه يتكئ بظهره إلى دولة علوية على الساحل، لكن سيكتشف هذا العلوي أنه كان مخطئا، وأن هذا الحلم اللي بنى عليه حربه دمره وقتله وقتل العلويين معه. نبي رأيك بس إمتن بعد ما في اليوم الذي لا ينفع، يعني بالحرب اللبنانية يا أخي بال75 و76 قديش كان في أحلام. إذا قعدت مع هذا الفريق حيسرد لك مجموعة أحلام، وذاك الفريق أين هذه الأحلام؟ البعض بيقول أنه ما يحصل اليوم منه بعيد عن تلك الأحلام التي كانت، أنه وكأنها استمرارية بشكل أو بآخر. أين تلك الأحلام؟ اللي كان يحلم بجونيا طريقا إلى القدس، واللي كان يحلم بالجبل ما بعرف شو، وين صار؟ كلهم صاروا بالمقبرة وكلنا نحن على المزبلة نبكي ونلطم. أنا أذكر أصحاب الأحلام بسوريا وأصحاب الأحلام بلبنان أنه ما نعيد الكرة، تعاول حتى نتواضع بأحلامنا ونحلم بمستقبل للجميع، تعاول حتى نبني بلد بسوريا، بلد هادي ديمقراطي، الكل فيه سعيد، العلوي فيه سعيد، والمسيحي سعيد، والسني سعيد. ثم بالتالي أنا أثق بالشعب السوري المعارض، الشعب السوري، وأطالبه بالصبر وبالحكمة وبالحزم، لا يركع، لا يخضع، لا يقبل أنصاف الحلول، لا يقبل بقادة عملاء، لا يستبدل حاكم ظالم جبار بعميل خسيس، يصبر لأنه المطلوب أن يدمر. ممكن تدفع ثمنا، يجب أن نصبر، يجب أن نتحمل، يجب أن نصل. سوريا ستبقى موحدة ويجب أن تبقى موحدة، ولا يجوز أن نفرط لا بسوريا ولا بلبنان ولا بأي مكان. وقت بتقول أنه تنوصل إلى النظام الديمقراطي، لا محل ما أنه صار مثل هذه الثورات، هل وصلنا إلى النظام الديمقراطي؟ البعض بيقولوا أنه التجربة المصرية ليست مشجعة كثيرا على هذا الصعيد. بالعكس، أنت تلاحظ أن المعارضة بمصر المعارضة أثبتت فشلها. يعني من المعتدي؟ من الذي يقتل؟ من الذي يستعمل الإعلام العاهر في سوريا؟ المعارضة. إعلام عاهر أو إعلام ديمقراطي؟ يعني لا يخوض حملات إعلامية، كذب والفجور والاعتداء في إعلام حر. وأنا عم دافع عن وجهة نظري وعم بحمي قناعاتي بكلام منطقي، هذا مقدس. الإعلام المعارض يجب أن يحمى
هو الضمانة الأساسية بس يكون معارض حقيقي. أما أني أنا أسوق للفتنة يعني أقتل الناس أدمر البلد أحرق. اليوم رئيس الجمهورية بسوريا ومؤيديه يظهرون أنهم أحرص على الديمقراطية. تعالوا نتحاور بمصر تعالوا نتحاور يا أخي. هذه مش عاجبتكم تعالوا نفتش على البديل. اليوم هو يناديهم أنه تعالوا نشوف شو هي الضمانات اللي بتكفل أنه ما يكون في تزوير بالبلد بالانتخابات. تعالوا نتفاهم عليها. يبدو من تتبع هيك أحاديثك الصحفية أنه وكأنه عندك نوع من التعاطف مع الإخوان المسلمين. نعم أنا يعني عندي ثقة بقياداتهم لأنهم هم جربوا وكانوا صادقين. بس المصريون كما يبدو غير متحمسين كثيرا لهذه التجربة. ستأتي الانتخابات لو كانوا ستأتي. هم خايفين من إيش؟ اليوم أنا هنا أوجه خطابي للمعارضة بمصر أقول لها أنك تخسرين. أنت عم تنكشفي النظام يكسب من أخطائك بعكس مفترض أنت تكسبي من أخطاء النظام. تنتظر النظام يخطئ وتكسبين بالعكس النظام ينتظرك تخطئين ويكسب. الشعب رويدا رويدا يبتعد عنك وهذا لمصلحة النظام. يعني برأيك موجة ربيع الإخوان في الربيع العربي مستمرة؟ أكيد. لا وهذا الأداء إذا استمر أداؤهم أن يكونوا متقيدين مظبوط وديمقراطيين حقيقيين يخلصون للبلد يخدمون البلد سيكونوا مثل رائع. وأنا كل التهويل مثلا بسمع على التلفزيون بأنه في تصور أنه لا تعملوا انتخابات برلمانية بيصير في خطر على الاقتصاد. يا عمي كل الدنيا مؤسسات قيام المؤسسات يؤسس لاقتصاد أفضل. بمصر بعض المعارضة بالعكس عنده أو لا سوى انتخابات بيصير في فوضى. ماذا تريدون؟ يعني أنتم لأنكم لست الأغلبية تريدون تدمير البلد. يعني إما أنا الحاكم أو البلد يدمر. أنت مش معارض أنت مش مواطن كريم أنت مجرم أنت إنسان عدو لوطنك عدو لأهلك. نعم أنت ممكن لا تمثل الأغلبية فليقم فنرضى نسوي انتخابات وتعمل حتى تصير أنت أغلبية وأنت حكم بس من خلال لعبة ديمقراطية حقيقية محترمة مقدسة. هنا أنا أسجل مسألة يعني نجاح التيارات الإسلامية في مصر وفي تونس وفي حتى بليبيا رغم وضع ليبيا القديم. ربما يكون الموقف من سوريا وتدمير الشعب السوري خوفا من أنه يعني يفرز الشعب السوري قيادات يعني على غرار القيادات الموجودة في مصر أو غير مصر. ولهذا كثير من الناس لا يريدون حكام لعبة يخدم زيد ويخدم عمر. اعتدي على شعبك اقتل الناس اسرق اظلم. يعني ما عندك خايف من وصول الإسلاميين إلى الحكم في سوريا؟ بالعكس أنا أطمئن لمستقبل المنطقة أكثر مع الإسلاميين؟ نعم. طيب بدي أختم معك بنداءات وبالمناسبة وسجلها وخلي سجلها كل مسيحي يا إخواني مع هؤلاء أظن بل أكثر من الظن أن الأقليات تعيش بأمن وسعادة أكثر. هذا نداءك إلى المسيحيين؟ نعم. وإلى الشيعة ما هو نداءك؟ الشيعة هم مسلمين هم جزء من النظام مفترض أن يكونوا مش غرباء. لا ليس عن هالموضوع. هذا نداءك إلى الشيعة اللبنانيين عموما؟ إلى الشيعة اللبنانيين أن يكونوا جزء من بناء مستقبل المنطقة. بناء من مستقبل لبنان الطاهر وهم قادرين. إذا أراد حزب الله هلأ أن يرفع شعار بناء البلد وبناء مؤسساته وبناء العدالة قضاء نزيه دولة نزيهة قادر يملك إمكانيات يملك وقادر أن والشعب معه مع شعار النزاهة مع حقيقة وقادر يلعب دور أساسي في لجم الاندفاع المجنونة في سوريا بقدر ما. لكن للأسف هو صاير جزء من الفتنة. نداءك إلى السنة في لبنان ليلجموا تهورات بعض الحمقى. عندهم حمقى كثر مثل من؟ مش رح سمي
يعني في حمقى ناس بأي معنى يعني تنعرف انطلاقا من هيك الصفات. يعني هو مثلا بدون تفكير يعني مثلا أعطيك فكرة مثلا أنه أنت تنزل إلى بيروت إلى الشرقية وأنت حليف أهل الشرقية وتكسر هذا تصرف عاقل. عم تحكي عن ما حصل في الأشرفية هالنوعية من الناس الحمقى هون التهور يعني مثلا افترض مثل قصة هجوم على الجيش بنهر البارد وضرب العسكريين وفوت بمعركة هائلة مجنونة هلكت الأخضرين هذا 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 جنون هذا تهور هالنوعية خطرة مفترض بالعقلاء هناك أن يلجموا هذا الأمر. الوقت دهمنا وختاما ندائك إلى اللبنانيين في ختام هذه الحلقة أن يتجنبوا الصراع بسوريا وأن يعملوا إلى وحدة بلدهم ويؤسسوا لدولة ديمقراطية حقيقية ويشاركوا في رفع المحنة عن الشعب السوري. أوجه كلامي إلى أبنائي في حزب الله وأقول أنتم قادرون أنتم أكثر قدرة من غيركم على بناء لبنان واللبنانيون إذا ساعدتموهم في بناء بلدهم سيحفظون لكم هذا الفعل. يعني حينما يقف حزب الله ويقول نحن نريد بلدا تحكمه العدالة والقانون نريد بلد ليس فيه مسؤول غير نظيف الكف ويضغط وهو قادر شعبيا قادر سوف لن يبقى لا مسيحي ولا سني ولا درزي إلا ويقول أنا مع هذا. تستطيع واحد يقول أنا لا أريد وزير لص بيطلع واحد بيقول له لا أنا بدي وزير لص ما حدا بيقول له طيب. إذن سيبايعك الجميع وبالمناسبة إذا نجحت وأستطيع أن أقول أنك تنجح لن يعين وزير ولا رئيس جمهورية ولا أي شيء إلا إذا وقعت على نزاهته يعني إذا مر من تحت رضاك وبالتالي بتمسك البلد بس بالحق وبالعدل وبالخير وكلهم بيكونوا مع بندقيتك. إخواني عيدوا النظر قبل أن نندم ولا ينفع الندم. كثيرون اليوم يبكون على الماضي بس شو بينفع الندم. سمحت الشيخ صبحي الطفيلي بدي أتشكرك على هذا اللقاء واستضافتك لأن كما بدي أتشكر الأصدقاء المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة بموضوعية. لقاءنا يتجدد الاثنين المقبل تصبحون على خير.